مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. خلونا نبدأ النهاردة سريعا بالتعريف بضيفنا في استوديو الأهلي الليلة. هو كان وقت التعاقد معاه، وقت انتقاله للنادي الأهلي، هو صاحب الرقم الأعلى على الإطلاق في هذا الوقت في تاريخ الانتقالات والصفقات اللي بتتم في إطار لاعبي كرة القدم في مصر. كان انتقاله مقابل 750 ألف جنيه للنادي الأهلي بعد صراع كبير جدا بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب اللي كان بالفعل أثبت وجوده، بدأ يلفت الأنظار وتتكلم عنه في الوقت ده الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي بشكل أكتر من رائع لحين انتقاله للنادي الأهلي، وتخطى الصفقة اللي سبقته كانت قياسية أيضا وقت انتقال نجم نادي الزمالك اللي انتقل للنادي الأهلي وأصبح من الأعمدة الرئيسية وساهم في تحقيق بطولات، وكانت صفقة إعلاميا وجماهيريا أكثر من رائعة لصالح النادي الأهلي. هو انتقال رضا عبد العال النجم الكبير إلى النادي الأهلي مقابل 625 ألف جنيه، بيتخطى ضيفنا النهاردة هذا الرقم وقت انتقاله للنادي الأهلي ويصل إلى رقم 750 ألف، فضلا عن أنه كان واحد من اللاعبين اللي كتبوا أسماءهم طبعا بحروف من نور في المباراة التاريخية والفوز الكبير والتاريخي للنادي الأهلي على ريال مدريد الإسباني. كابتن سعيد عبد العزيز النهارده هو ضيفنا في استوديو الاهلي ليله، وهو واحد من نجوم كره القدم السابقين في مصر والنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سعيد، اهلا بيك وسعداء بوجودك معانا. اهلا سعيد، والله موجود معاك النهارده، وبجد اتمنى ان شاء الله تبقى حلقه خفيفه كده، بس كويس انت حافظ الرقم. انا لا، ايام هذا ده الصحافه كانت متابعه الاهلي بيقدم عروض والزمالك بيقدم عروض، كنت لفت الانظار بشكل كبير جدا قبل انتقالك. وعشان الوقت ده ما كانش فيه يعني تقريبا ما كانش فيه حاجه شغاله خالص طبعا. كنت الحمد لله في الوقت ده كنت مميز جدا طبعا، الحمد لله صراع اهلي وزمالك كالعاده، لكن الحمد لله يعني انا اخترت الحمد لله كان اختياري، حتى لو انا قعدت فتره قليله في النادي الاهلي، لكن كان شرف لي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. مباراه ريال مدريد طبعا، سعيد عبد العزيز واحد من النجوم اللي شاركوا فيها في صفوف النادي الاهلي، هذه المباراه التاريخيه، كنت بتلعب ضد واحد برضه في وقت انتقاله من برشلونه لريال مدريد الاسباني كان الاغلى على الاطلاق قبل زين الدين زيدان، كان لويس فيجو البرتغالي، وكان 56 مليون دولار، وكان اغلى لاعب في العالم واغلى صفقه وقتها، لحين الوصول الى صفقه زين الدين زيدان من اليوفنتوس الى ريال مدريد ب 65 مليون دولار. ما شاء الله. يعني شعورك بان انا بلعب على لاعب بهذا الحجم وبهذه النجوميه، وعملت مباراه كمان دفاعيا امام النجم لويس فيجو بشكل كل الجماهير كانت راضيه عنه، بتشوف المباراه دي ازاي؟ هو طبعا من المباريات اللي طبعا الواحد صعب ينساها مباراه ريال مدريد طبعا، يعني حاجه يمكن انت كنت عايش في اجواء مش طبيعيه طبعا، استاد كومبليت طبعا، بتلعب نادي القرن طبعا في العالم المفروض، لما تشوف قدامك كمان المباراه دي كانت احتفاليه الاهلي، احتفاليه الاهلي كمان نادي القرن في افريقيا، انت كمان بتبص على نجوم مش طبيعيين، يعني بتلعب على فيجو، وراه كان بيلعب باك رايت جيريمي، زيدان، كارلوس، راؤول، لا انت بتتكلم على فريق كله نجوم طبعا، نجوم العالم يعني. احنا لكن احنا الفتره قبلها كنا عاملين معسكر كويس جدا، استعدنا استعداد كويس، انت كمان مش مضغوط يعني، مستر مانويل من الناس اللي هي كنت اتمنى انها تبقى موجوده في النادي الاهلي حتى الفترات اللي فاتت، عنده سمات شخصيه مش طبيعيه، اللي هي ازاي بيديك انت الثقه ان انت حتى لو انت بتلعب لعيب افضل منك ازاي تقابله، ازاي تواجهه، ازاي ما تخافش منه، ازاي تركز على حاجات معينه فيه. مباراه طبعا ما تتنسيش بكل المقاييس، ما تتنسيش. عايز اقول لك ان احنا ادينا مباراه بشكل عالي جدا، طريقه 4-4-2 يمكن احنا كنا اول ناس نلعب بيها، طريقه جديده علينا، تاكتكس بقى مختلف خالص، مجرد انت بتشوف اللعيبه وبتطبق طريقه جديده، وهو كمان بيثبت نفسه اثبات نفسي لحاجات ناس كتير، وائل جمعه طبعا كان موجود، ابو مسلم كان مغير مركزه، لا مباراه ما تتنسيش، حسام غالي كان لسه طالع من الناشئين تحت، عارف انت كنت عامل كوكتيل، حاسس انت في يوم صندي النيجيري كان معاك في الملعب طبعا، احرز الهدف بعد مراوغه من حسام، غالي طبعا، خالد بيبو، علاء ابراهيم، عشان ما انساش حد، بس مجموعه كمان مميزه جدا قوي، حتى اخلاقيا المباراه دي وحجم المنافس اللي هتواجهوه، حتى لو هي مش مباراه رسميه لكن مباراه العالم هيتكلم عنها وهتظل في ذاكره الكره عالميا طبعاً، مش بس على مستوى مصر وافريقيا. كنتوا بتتكلموا ازاي عن قوه المنافس، عن قدرتكم على انكم تجاروه في الملعب قبل حسابات الفوز اللي حصلت في المباراه فعليا؟ هي المباراة كان منها احتفالية أكتر منها كورة، يعني أنت هو وصلك، عشان كده أنا بقول لحضرتك من المديرين الفنيين اللي أنا بحترمهم جدا، اللي هو عنده سمة شخصية، يعني بيخلي اللعيب أنت بيديك ثقة لأبعد حدود، إزاي ما تخافش من مواجهة الخصم، إزاي يبقى في تعاون بينك وبين اللعيبة في الملعب، أنت عايش المباراة، يعني أنت عايش المباراة قبلها، يعني إحنا كنا في البرتغال قبلها عاملين معسكر،
انا قبل الماتش بيومين يعني يمكن انا قلت الكلام ده كتير قبل كده، هو فيجو من الناس اللي هي كانت اسرع ناس تعمل سيزر على الكوره، فانت تخيل انا يومين بس مع مستر مانويل ازاي انا اركز على الكوره بس مش على رجليه، فانت عايش كل لعيب كارلوس لو دخل لجوه مثلا هيشوط مش عارف هيعمل عكسيه مثلا كذا، فانت عايش المباراه. حته ان انت تعيش المباراه دي بترجع للمدير الفني. انا كنت بحبه جدا لان هو على قد ما هو كان ديكتاتوري بره على قد ما هو كان صاحبك جدا جوه الملعب. احنا جينا الحمد لله اتعلم منه حاجات كتير، احنا اتعلمنا منه ازاي يبقى عندك ثقه في النفس وما تتهزش طول ما الوقت شغال وانت لسه بتحافظ على دروم مع الماتشات الجامده دي، انت ممكن تجيب جول في اي وقت. وفعلا ده اللي حصل. لما بدانا الماتش طبعا في البدايه احنا كنا مش عايز اقول لك ان احنا يعني مهما كان اختبار صعب جدا أكيد. يعني مهما احتفاليه ومباراه وديه مش رسميه، لكن اكيد الحسابات دي نجم سعيد عبد العزيز هيواجه واحد من اشهر نجوم العالم من طبعاً. النوادر في تاريخ الكره عالميا لويس فيجو طبعاً. وانتقاله وقت ما انتقل من برشلونه لريال مدريد الدنيا اتقلبت في اسبانيا، واللي نزل بعده كمان جمهور برشلونه بقى زعلان منه جدا ازاي يروح ده نزل للمهور. بعده مكمنه من كمان يعني انت بتتكلم على ديفيد مكمنه اه طبعا انت بتتكلم على يعني انت بيخرج واحد بينزل لك واحد اتقل فانت عارف انت يعني الحمد لله احنا كنا مركزين قوي في المباراه زي ما قلنا هي احتفاليه حتى الناس طالعه مبسوطه جدا الاهلي فوز على ريال مدريد طبعا كانش عندكم قبل الماتش ضغط عصبي مبالغ فيه يعني مستر مانويل قدر ينقل لكم احساس بالثقه بقدراتكم انكم هتقدروا تلعبوا مباراه كويسه مهما كان حجم المنافس تمام ما كنتوش قلقانين بشكل مبالغ فيه لا خالص متوترين قبل بالعكس انت بس هي القصه كلها ان انت كنت بتتفرج على فيجو في التلفزيون فجاه لقيته قدامك فانت ازاي هتاقلم نفسك اول خمس دقايق تقدر تعيش معاه المباراه كل ما بتفوت الوقت انت بتاخد ثقه اكتر طبعا اكيد بتخش في الجيم يعني ممكن تبقى ببساطه كده خايف تخش عليه في اول الماتش طبعا مخلي مساحه لكن بعد شويه بتقدر تجاريه في الملعب او قادر تلعب معاه في الملعب بتتكلم على اغلى لعيب في العالم 65 مليون دولار فتخيل ان انت بتتكلم على حد يعني كل كره بيجي له بمبلغ يعني حضرتك بتقول لي 750 الف طبعا اغلى لعيب في مصر بتتكلم على مصر في وقتها بتتكلم على مصر الاسعار في مصر ده كان اغلى رقم لكن عالميا احنا كنا طبعا فانت كل دقيقه بالنسبه له او كل كره بيلمسها دي بالنسبه له فلوس فازاي هيقدر يعمل ثغره سواء كانت كره انت قدامه او وراه او في يعني كل حاجه بيمسك كره اي وقت بيمسك فيه كره بيبقى ليها خطوره فالحمد لله احنا كنا عايشين في المباراه دي كويس. اغلى مباراه عليك كلاعب كره محترف في تاريخك سعيد عبد العزيز بالنسبه له هل دي اغلى مباراه والله يعني هي دي تعتبر اغلى مباراه ومباراه الترجي اللي اخذنا فيها بطوله افريقيا يعني مش عايز اقول لك وقت كان عصيب جدا الجول اللي جابه سعيد عبد الحفيظ يمكن دي بعدها على طول خاصه ان انا الهدف التاريخي اللي كان من نص الملعب طبعا هدف خاصه تاريخي. ان قبلها الله يرحمه كابتن صالح كان مجتمع بينا يعني هي حاجات ما تتنسيش المباراه دي كابتن صلاح الله يرحمه يا رب ويحسن اليه كان لسه جاي من لندن قبلها جاي مخصوص يجتمع مع اللعيبه مباراه انت بتفوز على الترجي في الترجي بتاخد بطوله حاجات كده يعني ما تتنسيش يعني حاجات طيب انا عايز اكمل كلامي معاك يا كابتن سعيد شويه عن مباراه ريال مدريد بتعرف دايما ان بيحصل نوع من التقليل من حجم الانجاز حتى لو مباراه وديه او احتفاليه او نجوم ريال مدريد بيلعبوا مش بشكل فيه عصبيه او عنف او قوه او خشونه زياده في الملعب لانهم بيحتفلوا مع النادي الاهلي بمئويه النادي الاهلي وباختياره نادي القرن كانت احتفالات ضخمه جدا للنادي الاهلي بعض الناس حاولت تقلل من حجم الفوز ده والمباراه دي وقالوا يا جماعه ده الناس جايه رحله سياحيه بيلعبوا مش مركزين بعض الناس حاولت تقلل من جهد لاعبي الاهلي اللي بذلوه في المباراه دي كنتوا بتردوا على ده ازاي واحساسكم بالكلام ده كان ايه هو الرد انت كسبت ريال مدريد ده الرد ده اللي هيفضل في وده اللي هيفضل في الذاكره ده اللي مكتوب في التاريخ يعني حتى بعد عمر طويل لاي حد فينا كان موجود في الملعب الاهلي فاز على ريال مدريد الاهلي قابل نجوم ريال مدريد لكن هم هنقول ان هم راحوا زاروا قبل كده كان برشلونه جه زار الاهرامات وكسب 7 طب احنا هنقلل من الناس الثانيه لا بالعكس هي مباراه بتتاخد مباراه بشكل ممتع اكتر ما هو منه نتيجه انت بتجيب ناس من العالم بتحتفل بيهم احنا جايبينهم مش النادي الاهلي جايبهم عشان يعني الفوز مش رقم واحد بالنسبه لك انت بالنسبه لك ان انت بتثبت ان انت كمان نادي كبير انا صديق ليا وزملكاوي متعصب اسمه ياسر حمدي يعني وهو يعني حي يرزق وممكن يعني قال في يوم بعد الماتش ده قال شفت نجوم النادي الاهلي انا كنتش مصدق قال لي مش مصدق سعيد عبد العزيز قافل الملعب على لويس فيجو وقادر يجري ويتفوق عليه ويخليه ما يعديش منه ويعمل فرص يعني في جمهور غير جمهور الاهلي كمان كان مش مصدق الماتش ده والاداء ده والنتيجه دي طبعا لا بص هو كيوم مش هيتنسي يعني كيوم مش هيتنسي يعني احنا لعيبه وصلت لاعلى تركيز انت يعني فعلا احتفال انت بتحتفل باللعيبه نفسها اللي موجوده انت احنا بنحتفل انا كان نفسي اشوف زيدان على الطبيعه اشوف كارلوس اللي بتعلم منه هو بيشوط اتعلم من راؤول ازاي بيخطب كل الحاجات دي لما باجي اتفرج على الماتش فعلا بالله موجوده رغم انكم تفوقتوا في النهايه وكسبتوا الماتش ايه الحاجه اللي تقدر تقول انها كسبتها كخبرات لك كلاعب محترف
من طريقه لعب ريال مدريد ومواجهه النجوم دول في الملعب، ايه الحاجه اللي كانت لافته نظرك قوي في طريقه لعبه؟ اولا هو طريقه اللعب كانت لسه جديده 4-4-2، طبعا هم بيطبقوها بقالهم فتره قبلنا، فطبعا احنا يعني عشان انت تبدا تخش تجاري اللعيبه دي اتفرجنا على مره واثنين وثلاثه من ماتشات ليهم، درست حاله اللعيبه نفسها، انت كمان قوه الثبات الانفعالي ان انت ماتش مواجهه مع فرقه قويه، الثبات الانفعالي اللي حضرتك بتقول عليه ازاي انت هتتعامل مع المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا اتعلمت من المباراه دي ان طول ما انت بتجتهد مفيش فرق بينك وبين اللعيب طالما انت بتجتهد وانت بتلعب في نادي كبير، يعني احنا كمان نادي كبير، انت نادي بطل حتى لو بتواجه اشهر نادي في العالم او واحد من اكبر انديه العالم، كمان اللي بيواجهه ده نادي بطل في مصر وفي افريقيا. طبعا النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا كلها، فانت برضو يعني احنا بنلعب ناس عالميا اعلى شويه، لكن انت برضو لك اسمك ولك خبراتك وانت داخل المباراه دي، فده مدي لك نوع من الثقه برضو. طبعا اكيد احنا في الاول، انا عايز اقول لك انت كنت هايب الاول الموقف نفسه لما تشوف اللعيبه على الطبيعه، لكن انت مجرد ان المباراه ابتدت انت خلاص انت ند، لان انت قوي، انت بالنسبه لك انت النادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات، فمع الوقت خلاص المباراه بقى سجل. المباراه قدامنا على الشاشه بنتكلم. طيب كابتن سعيد، عايزك تقول لي كمان الوقت اللي بداتوا تبقوا اكتر من ند في الملعب وتفوقتوا، بداتوا يعني انتوا سبقتوا بهدف وحيد في المباراه هو كان هدف الحسم في اللقاء ده وهدف الفوز، هل بداتوا تاخدوا ثقه اكتر؟ هل بدا كل لاعب فيكم يفكر بقى يمتع الجمهور اكتر؟ خلاص احنا بنجاري ريال مدريد وكمان كسبانين 1-0، هل ده خلاص خلى الخوف وازال اي توتر عندكم في الملعب؟ يا الهجمه دي كانت لكارلوس لما شاطها، بعد الهجمه دي عايز اقول لك ان احنا بدانا نتماسك وبدانا نمسك كره على الارض، يعني حتى كان موجود مدرب عاب في الوقت ده كابتن مختار خد توجيهات طبعا ان احنا نبدا نمسك كره، يعني انت المباراه ما تبقاش مشدود فيها قوي، لازم تمسك كره، يعني بص انت هتلاقي بعد كده خلاص بدات اللعيبه نبدا نتحكم في المباراه شويه، بدانا نخش في الجيم شويه هادي، حتى كابتن هادي طبعا بخبراته بدا يقول للعيبه لا اهدوا في الملعب امسكوا كوره احنا جايين نستمتع ما تشدوش. المباراه بدات تبقى بيننا وبينهم سجال، يعني انت لو شفت الشوط الثاني احنا ماسكين الشوط الثاني كله، بدات خلاص انت بدات تجيب هدف، فبدات انت خلاص انت بتمسك كره، بدانا احنا كمان نرقص في لعيبه ريال مدريد، خلاص انت الجمهور خلاص انت وصلت المرحله بقى اعلى مرحله بالنسبه لك، انت لا انا خلاص مش خايف انا كسبان 1-0، انت مش مصدق، يعني انت بتلعب نجوم العالم دي وانت كسبان، فوصل. هل اللعيب اللي عنده شخصيه النادي الاهلي لما بيلعب مع فريق بالحجم ده والنجوميه اللي بنشوفها، حجم النجوم اللي موجود في ريال مدريد والخبرات اللي في الملعب دي، مستواه بيعلى وبيقدم احسن ما عنده؟ يعني ده افضل حاجه او افضل تحدي للعيب من لعيبه النادي الاهلي ان لاعب فرقه زي دي؟ هو اصل ده تسويق ليه كمان عالميا، يعني انا افتكر ان بعد الماتش ده يعني الصحافه كلمت علينا كويس جدا في المباراه دي، بعد المباراه انت كسبان ريال مدريد، الشكل العام للفرقه كانت لسه كان في لعيبه جديده، كنا لسه بنتاقلم على بعض، المباراه نفسها حجمها كبير، يعني حجم المسؤوليه وحجم الجمهور وحجم النادي الاهلي خلاك انت شايل عبء كبير، لكن مع مرور المباراه انت الحمد لله بدات تخش المباراه. عايز اقول لك ان الشوط الثاني علاء مضيع فرصتين، بيبو حاطط كره في القايم، كنا ممكن نكسب اكتر من كده، لكن انت المباراه كانت بالنسبه لنا دي كره اللي جت في القايم. لا فرقه قويه جدا، انت بتقابل فرقه برضو مش يعني حلول. كان في كمان هجوم قوي جدا من ريال مدريد في الملعب، وانه كان بيلعب المباراه في وقت من الاوقات بدا هو كمان نجوم ريال مدريد يلعبوا بتركيز شديد وعايزين يكسبوا الماتش وفي نديه في الملعب وهم كمان مركزين، ما كانوش بيلعبوا مباراه استعراضيه، يعني في وقت من الاوقات كانوا مركزين وضاغطين على مرمى الاهلي كمان. هو التاريخ كتب دلوقتي ان الاهلي كسب ريال مدريد، برضو هناك كتب ان الاهلي فاز على ريال مدريد، ده تاريخ، اصل ده تاريخ مش هنقدر ننكره. انت كل لعيب حضرتك من اللعيبه موجوده دي مفتاح لعب، انت بتتفرج يعني الوقت ده كان فعلا هم نجوم العالم، يعني انت بتتكلم في لعيبه كل لعيب منهم يشيل فرقه دي حقيقة. يبقى فريق في اوروبا عنده لعيب واحد من النوعيه دي اللي هو السوبر ستار طبعاً. في مركز من المراكز طبعاً. طيب اجمل حاجه، اجمل ردود فعل استقبلتوها او تلقيتوها بعد المباراه؟ اولا الجهاز الفني مستر مانويل قال لكم ايه بعد اللقاء والفوز باللقاء؟ هو يمكن الناس هتستغرب شويه ان هو بعد المباراه قال ان دي مباراه احتفاليه، احنا خلاص خلصنا المباراه الاحتفاليه، خلاص احنا نقفل الصفحه دي، خلاص احنا وصلنا اللي احنا عايزينه، متعتوا جمهوركم، انتوا الاقوى، انتوا لعيبه تستحقوا ان انتوا موجودين في النادي الاهلي، تعبكم فتره الاعداد بان في المباراه دي، نبدا بقى نركز في ماتشات الدوري، دي صفحه اتقفلت خلاص، نبدا نركز بقى في شغلنا اللي هو اللي الجمهور هيحاسبك وهيحاسبنا عليه. يمكن انا من الناس اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، بيقدر يفصل، يخلي اللعيبه تقدر تفصل، انت عندك مهمه النهارده خلاص لازم تاديها، مش عايزكم بقى تفضلوا تحتفلوا شهرين، عندنا مباريات افريقيه ومباريات دوري فعلا دي حقيقه. وعايز اقول لك حاجه كمان، ان هو
كان مخلي اللعيبه ازاي بتحب بعض، ودي حاجه يمكن هتلاقي قليله موجوده في الانديه. عندنا قائد زي كابتن هادي وكابتن وليد من الناس المحترمه جدا اللي خلت اللعيبه فعلا يبقوا مع بعض اسره واحده. كابتن مختار لا السنه دي كانت سنه كويسه، هم كمان اسمين قريبين من بعض قوي على المستوى الانساني، اصدقاء جدا وليد وهادي الحقيقه، من النجوم اللي كانوا دايما يتكلموا عن بعض بشكل كويس قوي، ونسمع من كل نجوم ولاعيبه الاهلي قد ايه هم قريبين من بعض كمان قوي قوي كمان. وكمان خالد بيبو على مستوى عالي جدا من الاحترام على ابراهيم، لا مجموعه حتى ابو مسلم كمان، لا المجموعه ابو المجد عشان ما انساش حد، اشرف امين، لا المجموعه كانت يعني بجد احنا انا يعني ممكن نقول انت بتضيف للنادي، لا النادي الاهلي ضاف لكل لعيب لعب. سان داي كان معانا على التليفون في قناه الاهلي اعتقد من اسبوعين او ثلاثه، وكان بيقول ان الهدف ده والمباراه دي فضل بعد من نهايه عقد احترافه او فتره وجوده في النادي الاهلي يسوق نفسه بيها، وان السماسره او المانجرز اللي بيتعاملوا معاه فضلوا يعتمدوا على المباراه دي، وان هو احرز هدف الفوز للاهلي على ريال مدريد، وان ده اللي كان بيديله فرص التعاقد مع انديه ثانيه. يعني هو تقريبا بعد مباراة الصندية تقريبا سافر الامارات قعد فتره كبيره. انت بس هو على المستوى الفني هو كان حاجه عاليه جدا على فكره. يعني على المستوى الفني هو يستحق، يعني هو يستحق بجد يبقى موجود في انديه كويسه. حتى مش النادي الاهلي راح الامارات، عرفت ان هو قعد تقريبا 4 أو 5 سنين. هي بتبقى ذكرى عليها، حتى شوف مستر مانو ولا حتى بص شكله تحس ان هو كان لسه بادئ، يعني هو زيه زينا بتنفسك وانا بذل نفسي. فالمباراه بجد ضافت لكل اللعيب اللي لعب فيه تاريخ ما حدش يقدر ينساه. يعني تاريخ. كابتن سعيد عبد العزيز، تجربتك مع النادي الاهلي في مجمل التجربه بتشوفها ازاي؟ تاثيرها على حياتك، على مشوارك، على نجوميتك كلاعب كره او كرياضي ناجح بشكل عام؟ الحمد لله طبعا انا اخذت في النادي الاهلي 4 بطولات الحمد لله في ال4 سنين اللي قعدت فيهم. الحمد لله بقى لي 7 سنين دلوقتي الحمد لله شغال مدرب الحمد لله، منهم سنتين مدير فني الحمد لله. اسمي كسعيد عبد العزيز النادي الاهلي ضاف لي طبعا حتى في التدريب. اخر سنتين الحمد لله صعدنا نجوم المستقبل مع كابتن محمد صلاح، رغم ان هو زملكاوي يعني، عشان انت بتقول صديقك زملكاوي. لا انا صديقي ده كان مبهور باداء الاهلي، انا استشهدت باسم صديق زملكاوي ليا، انه واحد من خارج كمان جماهير الاهلي، جماهير الاهلي كانت طايره بالفرحه طبعاً بالمباراه طبعاً دي والعرض والاداء، لكن ده طبيعي جمهور النادي اللي فرحان بناديه اللي كسب المباراه العالميه دي. لكن كمان واحد بيمثل قطاع من الجماهير، مش جماهير الاهلي، جماهير انديه ثانيه وجماهير نادي منافس، وكان مش مصدق، كان مستمتع باداء الاهلي، قال لي الاداء الاهلي كان غير طبيعي في المباراه دي. طبعا فالحمد لله يعني اخر سنتين الحمد لله صعدنا نجوم المستقبل، والسنه دي نادي مصر. وكنا يعني كنا قريبين ان احنا نكمل السنه دي في الدوري، لكن حصل شويه اختلافات كده بينه وبين النادي. فالحمد لله يعني انا النادي الاهلي ضاف لي الحمد لله، وانا لعيب الحمد لله في الـ4 مواسم 4 بطولات. الحمد لله 7 سنين الحمد لله شغال مدرب دلوقتي، ولسه ببدا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يعني نبدا نكافح كده ان شاء الله باذن الله، واللي جاي يبقى افضل لينا. طيب كابتن سعيد، ازاي تثقل خبراتك، تزود خبراتك كمدرب؟ انا في يوم من الايام سالت اسم كبير جدا كان متولي تدريب منتخب مصر عن الدراسات اللي حصل عليها كمدرب. الحوار ده كان مع كابتن محسن صالح وللفضائيه المصريه. سالته كابتن محسن ايه الدورات التدريبيه اللي حصلت عليها، وكنت انا قريت السيره الذاتيه بتاعته، هو نجم كبير وغني عن التعريف، احنا بنتكلم عن الدراسه مش عن الخبرات. قال لي انه كان حصل على تجربه معايشه مع نادي على ما اتذكر كان نادي باري في ايطاليا. فقلت له هل ده كافي يا كابتن محسن؟ قال لي الحقيقه لا، وهو كان خلاص عنده ايام وهيبدا كاس الامم. احنا شويه بنعتمد على الخبرات والسي في اللي كان عندنا كلاعبين ومدربين وسنين الخبره اكتر من الدراسه واكتر من اللايسنس. ازاي نغير ده وازاي نطور نفسنا عشان المدرب المصري يبقى مواكب للي بيحصل عالميا؟ يعني هو افضل طريقه بالنسبه لنا دلوقتي ان احنا نبدا نشوف، لان طبعا يعني انت بتتكلم على التجارب الاوروبيه دي طبعا مش هتبقى متوفره للمدربين المصريين، يعني انت عشان دي طبعا هتبقى تكلفه طبعا عاليه جدا، على سواء على عليك كشخص او على النادي، عشان تروح فتره معايشه شهر او اسبوعين على الاقل هتكلف مبلغ كبير. فاحنا بنعتمد على ان احنا نبدا نخش على المدربين اللي هم موجودين دلوقتي، اذا كان كلوب او المدربين الموجودين دلوقتي العالميين دلوقتي، جوارديولا كلوب جوارديولا، نبدا نشوف طرق اللعب نفسها، نبدا ناخد تمارين منهم، نبدا نشوف. طبعا النت دلوقتي طبعا ما خلاش فعلا ممكن يعوض الدراسه عند مدرب، يعني ممكن يطور مدرب من المتابعه اكيد من غير ما يدخل اكاديميات ويحصل على درجات علميه في التدريب. اصل هو ده المتاح بالنسبه لك دلوقتي، يعني معظم مدربين مصر حتى الكبار بيعملوا كده. يعني احنا انا شغال مع كابتن محمد صلاح مدرب نادي الزمالك، طبعا هو لحد دلوقتي بيقول انا بتعلم، يعني كان صلاح ما شاء الله خبره كبيره طبعا خبره كبيره وعامل انجازات كبيره طبعا. كلنا بنخش
نخش طبعا على النت دلوقتي نبدا نجيب حاجات. انا بالنسبه لي كتربيه رياضيه الحمد لله واخد ثلاث سواء كانت السي او البي او الحاجات دي، بس انا بزود خبراتي ان انا ابدا اتفرج اكتر، ابدا اتعلم اكتر، حتى مستر فايلر بشوف له تمرينات دلوقتي ببدا اخد منها الحته البدنيه والحته النفسيه، الثبات اللي ببدا اتعلم واطور من نفسي. ما هو ده السؤال يا كابتن سعيد، هل اجتهاد المدرب شخصيا، مش بتكلم عن سعيد عبد العزيز، بتكلم بشكل عام مش كابتن سعيد تحديدا، هل اجتهاد المدرب شغله الفردي على نفسه متابعته للانترنت والمدارس التدريب عالميا والافضل النتائج للمدربين والفرق عالميا، هل ده كافي ولا ده مش معيار؟ لانه في بعض المدربين احنا بنشوف ان هو بعد سنه او اتنين من اعتزال الكوره بيبقى مدرب، وبيوصل في اربع خمس سنين المدرب في نادي كبير او مدير فني او في المنتخب في الجهاز كمدرب عام. هل ده كافي وهل ده ممكن يطور الكره المصريه فعلا لو المدربين اجتهدوا واعتمدنا على اجتهادهم الشخصي، ولا الموضوع محتاج يبقى في شويه دراسات وفي شويه حاجه جانب علمي بيميز لي بقى بين مدرب والتاني مين فيهم اللي فعلا بيتطور؟ طيب هناخدها كلاعب. انا بفكر معاك على فكره يعني. على فكره وسؤال جميل على فكره. احنا لما بنيجي نتكلم على منتخب مصر بنقيم بين المحليين والناس اللي بتحترف بره، صلاح، تريزيجيه، حجازي. الناس دي طالما اشتغلت بره اكيد في تطوير في حاجات معينه في اداء اللعب، برضه هكذا المدرب لازم يتوفر للمدرب، بس مين هيوفر للمدرب الكلام ده؟ سواء ممكن اتحاد الكره يعمل الكلام ده، ياخد مثلا مجاميع صغيره في المدربين زي ما احنا سمعنا ان كابتن حسام بيبدا ياخد الناس الصغيره في السن عشان نعمل منتخب جديد لمصر. طب هل مثلا اتحاد الكره يقدر يوفر للمدربين صغار السن ان هم يقدروا يعملوا فترات معيشه بره؟ دي ترجع لاتحاد الكوره. لكن انت كسعيد او مدرب صغير بيطور نفسه عن طريق الخبرات اللي موجوده، انت تبدا تاخد من الناس اللي موجوده بقى سواء اوروبيين او مصريين. لكن المفروض يعني انت لو بتطور يبقى ناخد التطوير كله. اتحاد الكوره المفروض عايز ده يبقى نمط، بتتمنى ده يبقى سيستم موجود في الكوره في مصر خلاص. ده اكيد اكيد اتحاد الكوره بيهتم بالحاجات دي، اكيد هتلاقي فيه مدربين كويسين على الاقل، حتى لما نيجي نقيم المدربين عشان لما نيجي نقول مثلا ده كذا مسك المنتخب ده كذا ما تقدرش الناس تتكلم خلاص انا عندي ثقل بقى فني سواء دراسات او وفر الحاجات دي، بس اللي وفرها المفروض اتحاد الكوره لان اوروبيا بيعملوا كده. طيب الكلام لو خدنا عن الوقت طبعا ممكن يعدي كله، احنا بنتكلم عن امور تتعلق بالمنتخب، الجهاز الفني، الاسماء الجديده، المحترفين اللي تم تكليفهم بالانضمام لمعسكر المنتخب القادم في اكتوبر ان شاء الله. خلينا نرجع الحديث عن الجوانب دي كلها لان حابين نسمع رايك كابتن سعيد النهارده في انطلاقه النادي الاهلي في الصفقات الجديده في التعاقد مع ريني فايلر وجهازه المعاون، ونتكلم عن مؤشرات النادي الاهلي مع انطلاقته محليا وافريقيا. خلونا في البدايه مع حضراتكم مع الكابتن سعيد عبد العزيز نسمع بعض التفاصيل من زميلنا ومراسل قناه الاهلي الزميل كريم احمد، يقول لنا تفاصيل اكتر عن التدريبات واستعدادات الفريق للمباراه القادمه ان شاء الله. بعد لحظات هيكون معنا كريم احمد وهيكون جاهز للحديث عن الفريق واستعدادنا لمباراه الانتاج الحربي مساء الاربعاء المقبل. بشكل عام هبدا باول سؤال مع كابتن سعيد عبد العزيز، رايك في شكل الاهلي مع بدايه الموسم ده بدءا من مباراه السوبر؟ شوف احنا طبعا كجمهور بقى النادي الاهلي بدانا نتابع المدير الفني، الواضح ان هو مدير فني هادي جدا، عنده سمات شخصيه نقلها للعيبه بسرعه، اربع مباريات طبعا فوز دي حاجه كويسه. الحاجه اللي احنا بدانا نحسها ان بقى في النادي الاهلي موجود كل لعيب او اتنين لعيبه موجودين في بوزيشن معين، تحس ان هم ما فيش فريق كبير. يعني مباراه افريقيا اللي فاتت احنا شفنا لعيبه ارتاحت، مش هتحس بفرق كبير. معلول بيقعد، وحيد موجود، السوليه بيلعب شويه، حمدي مش فتحي. حمدي مريح موجود، حسام عاشور. لكن الميزه ان في لعيبه بدات عارف النضج بقى القروي، يعني انا عاجبني اجاي جدا من اللعيبه اللي بدات فعلا الواحد يستمتع بادائها. الحريه اللي موجوده في الجزء الهجومي، عدم التمركز، السرعه، اللعب والتعاون بين اللعيبه بدا يبقى الشكل كويس. يعني برضه عشان يعني برضه ندي لكل واحد حقه، احنا كان عندنا مشكله شويه في مباراه الاهلي والزمالك، زي ما الناس كلها اتكلمت وقالت احنا بدانا كويس قوي لكن فنشنا وحش عشان طبعا مشكله السرد باكات كانت موجوده. لكن احنا الحمد لله باكتمال الفريق دلوقتي شكل النادي الاهلي اقوى، عندنا مش عايز اقول بدايل لان كل لعيب في النادي الاهلي مش اكيد لعيب على مستوى عالي، لو راح اي نادي تاني هياثر فيه. احنا الحمد لله دلوقتي اللعيبه متكامله، عندنا في كل مكان دلوقتي اتنين لعيبه يقدروا يكملوا بنفس المستوى ونفس الاداء، مش هتحس بالفرق. فانا شايف ان روحها كويسه، الجهاز اللي موجود روحه كويسه، حتى سامي كمان موجود، لما بحس ان حته الاسره دي اللي بتنجح النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله السنه دي ان ربنا يوفقهم. هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا عن انطلاقه الاهلي على المستويين محليا وافريقيا، لكن هيشارك معانا على الهاتف زميلنا ومراسل قناه الاهلي الزميل كريم احمد. مساء الخير يا كريم.
مساء الخير عليك، تحياتي ليك زميلي محمد وتحياتي لضيفك الكريم طبعا. طيب عايزين نعرف منك تفاصيل، الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمباراه الانتاج الحربي مساء الاربعاء المقبل، وكان التدريب في الخامسه مساء، قول لنا كل التفاصيل من خلال متابعتك للتدريبات. كالعاده طبعا زميلي محمد، يمكن النادي الاهلي بدون راحه بيستعد بكل قوه لمباراه غايه في الاهميه كعاده مباراه الانتاج الحربي. كابتن مختار مختار وكوكبه من اللعيبه ليها حسابات خاصه بالمباراه ان شاء الله باذن الله. كلنا يعني ثقه في لعيبه النادي الاهلي واصل سلسله الانتصارات زي مستر ريني فايلر اللي باكد طبعا على الكلام، يمكن الراجل بيحاول بكل جهد الجزء الخططي والجزء التكتيكي في كل التدريبات تصحيح الاخطاء مستمر، دي الجهاز الفني بكامل الراجل بيحاول يطبق فكره اكثر يمكن من كوره. مش عايز اتكلم على مباراه الزمالك، كان فيها بعض الكور بنشوفها في التدريبات الراجل بيمرن عليها، الكرات الثابته للجون بتاع جونيور اجاييه، حاجات كثيره جدا، ودي من الاشياء المطمئنه اللي بنطمن بيها كل جمهور النادي الاهلي الفتره القادمه مع الانسجام، لان الراجل لسه برضه يعني الوقت كان قليل جدا زميلي محمد ان احنا نشوف المستر فايلر مع فريق النادي الاهلي بالصوره دي في الوقت القليل ده، يمكن ده مؤشر مهم جدا. مع الوقت ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تنسجم سريعا ويقدروا يحفظوا، واللعيبه كلها تقدر تحفظ طريقه الجهاز الفني بالكامل، ويواصل النادي الاهلي انتصاراته في بطوله الدوري العام وايضا في البطوله الافريقيه. النهارده ايضا تدريب كالعاده المحاضره الفنيه الهامه اللي بتكون في بدايه المران والتحضير النظري لمباريات الانتاج، مباريات الفيديو اللي مستر ريني فايلر على طول باستمرار بيتابع المباريات، بيحاول ان هو يشوف كل نقاط القوه والضعف وبينقلها نظري للاعبين وبتتنفذ في الملعب بالنسبه للكرات الثابته، البوستات، التغطيات العكسيه للاطراف، في شغل كبير باكد عليه بيفضل من الجهاز الفني واللعيبه. احنا كمان سامعين، عايزين نعرف من خلال متابعتك انه كان في تركيز كبير جدا، هل كان في تركيز فعلا في التدريب اليوم على الكرات العرضيه وعلى التصويب والتسديدات من اماكن مختلفه على المرمى؟ بالتاكيد زميلي حمزه، زي ما بقول لك الجزء الخططي بيتجنبه يمكن الكرات العرضيه، الكورتات، الكورنرات، الكرات الثابته، ويمكن الراجل بيحاول للمهاجمين يصحح اخطاء التمركزات وايضا للمدافعين في الكرات الثابته يصحح اخطائهم، الراجل مركز بشكل كبير جدا على كل الامور الخاصه بالركنيات، الكرات الثابته، كل الحاجات طبعا النادي الاهلي يستفيد بيها بشكل كبير. والراجل يمكن من خلال متابعته الفترات الماضيه قال احنا بيجي لنا كرات كثيره جدا وكورنيات كثيره جدا وضربات حره لابد ان احنا نستغلها بشكل كبير، فمحتاجه تدريبه. بالفعل الراجل بيحاول ان هو في كل تدريب يكون في فقره مخصصه لهذا الامر. عايز اروح معاك كمان لنقطه بجانب التدريب، وهو بعض المصابين عندنا، يعني يمكن عمار حمدي عايز اطمنك عليه، اطمنك على محمود متولي ايضا اللي بيستمر في التاهيل ان شاء الله يعود سريعا، الخلفيه دي يمكن طبعا بسبب ازمه كبيره للاعبين، لكن ان شاء الله باذن الله محمود متولي مع العلاج الطبيعي والتدريبات ان شاء الله خلال المرحله القادمه يعود سريعا. عمار حمدي النهارده كانت اشعه في على الظهر، ان عمار يمكن اشتكى من الام في الظهر وايضا عنده نزله برد خفيفه شويه، الاشعه يمكن خلاص نقدر نقول في كدمه قويه لعمار في الظهر، لكن النهارده غاب عن التدريبات الجماعيه. بجانب كل هذه الامور النادي الاهلي هيستتم تدريبه غدا ان شاء الله في تمام الساعه الخامسه، ومنها مباشره الى معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد السلام والاقامه عليه ان شاء الله مباراه الاهلي والانتاج الحربي 8 مساء يوم الاربعاء باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا وتفاصيل اللي تابعناها من خلال مداخلتك معنا على الهاتف يا كريم، لكل تدريبات الاهلي واستعداداته وكل التفاصيل اللي بيشتغل عليها الجهاز الفني والجهاز الطبي، تجهيز اللاعبين بدنيا وبرامج التأهيل والاستشفاء لعدد من نجومنا اللي كانوا مصابين في الفترة اللي فاتت أو تعرضوا لإصابات طفيفة خلال المباريات الأخيرة، وخطط فايلر ورؤيته الفنية للفريق وجهازه المعاون كمان وتجهيز اللاعبين والوصول إلى أفضل مستوى والتركيز الذهني والفني والبدني على أفضل أداء ممكن نقدمه خلال المباريات اللي جاية إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لك زميلي العزيز ومراسل قناة الأهلي كريم أحمد. كابتن سعيد تعليقك على استعدادات الفريق وشايف إزاي انطلاقته في الدوري العام وإحنا بنستعد لمباراة الإنتاج يوم الأربعاء إن شاء الله. طبعا اتفرجت على الماتش اللي فات، كانوا بيلعبوا اف سي مصر، عندهم طبعا لعيبه افارقه على مستوى عالي جدا، عندهم قوه وعندهم طبعا اداء قوي جدا. كابتن مختار طبعا بيقدم مباراه، طبعا كل ماتشاته ضد النادي الاهلي بتبقى مباراه بتبقى صعبه، هو كل الناس بتشوفه مدير فني متميز طبعا أكيد. كابتن مختار اكيد زي كريم بيقول، هم فعلا فريق الانتاج بيعتمد على الكرات العرضيه فعلا،
شديد طبعا مميز فيها جدا. هم عندهم الحته الهجوميه عندهم مؤثره فعلا، لكن انا شايف ان الاهلي الحمد لله دلوقتي اللعيبه واخده ثقه، دلوقتي اللعيبه كلها دلوقتي في مستوى كويس، احنا بدانا نعمل حته الروتيشن كمان شويه، اللعيبه بترتاح، اللعيبه بتكمل. السنه دي انا شايف انها مختلفه تماما، النادي الاهلي الحمد لله عنده كتيبه تقدر الحمد لله تحصل كل البطولات ان شاء الله السنه دي باذن الله. شايف ان الصفقات اللي تمت واللاعبين اللي تم التعاقد معاهم خلال انتقالات يناير وانتقالات فتره الصيف كمان مؤثرين في الملعب، عاملين فرق كبير مع الفريق. اكيد كل اللعيبه اللي بيجيبها النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيجيبش لعيبه كتير، انت لو بصيت هتلاقي 3 4 لعيبه او موجودين، هم النادي الاهلي فعلا بدانا نفكر تفكير اوروبي ان انت تجيب اللعيب اللي انت محتاجه، مش بتجيب لعيبه وخلاص. انا شايف ان اللعيبه كلها في افضل حالاتها، رمضان دلوقتي، الشحات، وليد، الشيخ، لا لعيبه كتير مميزه. انا عاجبني جدا اجايه، واتمنى ربنا يا رب يكرمه ويفضل على المستوى اللي هو موجود فيه ده. عندنا السوليه الحمد لله كمان، حتى الديفندرات الموجودين عندنا زي ما بيقولوا في الكره الاوروبيه مش ديفندرات ديفندرات، لا انت عندك ناس دلوقتي تقدر تقف، ناس بوكس تو بوكس، لا بقى عندنا في تنوع، الناس الراجل عنده فكر كويس بيحاول ينفذه. انت اللعيبه اللي موجوده كمان عندها سلاسه في الاداء، النادي الاهلي بيلعب كره جميله جدا، الكره سهله. يمكن لو احنا شفنا الهدف الرابع في المباراه الاخيره كان سبورت، طبعا شحات ممكن هو يحطها مره واحده، لا بيلعب بيحطها للراجل في وش، لا احنا عندنا سلاسه. توقعات ان شاء الله باذن الله تعالى المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله هنفوز فيها، لان اللعيبه على مستوى عالي. كتير من الجمهور يا كابتن سعيد شايف ان بدا شكل اداء الاهلي يرجع للكره الجميله اللي كانت شويه الناس مفتقداها في الموسمين اللي فاتوا. باين على فكره في الماتشات اللي فاتت. بص دي بترجع للمدير الفني، انا شايف ان اللعيب طالما يعني عارف اللي هو ايه، انا بحب المدرب قوي لكن بخاف منه. يعني انا لو مش هنفذ المطلوب مني هقعد. انا بلعب وانا حاسس ان انا مبسوط، لعيبه الاهلي بتلعب وهي مبسوطه. يعني انت في اي وقت تقدر تجيب جول. حسيت دلوقتي بدانا ناخد الثقه من بعض، الشناوي بيشد الناس اللي قدامه، وتلاقي ايمن اشرف، وتلاقي رامي ربيع، الناس كلها بتبقى قريبه من بعض، في روح ايجابيه في الفريق. طبعا مساحات صغيره بيبداوا ينقلوا فيها كوره، الاهلي فعلا بيلعب كوره ممتعه. الحاجه اللي كمان الجميله الجمهور. يعني السنه اللي فاتت احنا قضينا مباريات كتير جدا من غير جمهور، السنه دي بدا يخش 5000 2000، لا الشكل اتغير. انت النادي الاهلي دلوقتي اللعيب بعد مباراه الزمالك السوبر، الناس مستنيه الصفاره بتاع الصفاره الحكم عشان يروح للجمهور. حته الجمهور دي فرقه مع اللعيبه بشكل كويس، حتى في التمرين كمان لو انت شايف الملعب كومبليت كله، انا شايف التمرين والناس حوالين الملعب، كل دي بتدي روح. مدرب كويس، لعيبه كويسه، النادي الاهلي لا الشكل طبعا مختلف تماما في كل حاجه. انا شايف السنه دي لا الشكل كويس، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق باذن الله. هو كان طبعا فايلر قرر في الفتره اللي فاتت يخلي التدريبات مغلقه حرصا على السريه والتعليمات والجوانب الفنيه اللي هو حريص على انها ما يعرفش عنها الراي العام اي شيء الا خلال تطبيقها في الملعب اما يشوفوها في مباريات الاهلي. لكن بشكل عام الحضور الجماهيري قبل وبعد القرار ده بيبقى مؤثر جدا طبعا. زي ما حضرتك قلت يا كابتن سعيد. طيب خلينا نتكلم عن الجلسات الخاصه واهميتها احيانا مع لعيبه بيتقال عنهم مفاتيح لعب او كي بلايرز، زي رمضان صبحي. رمضان تألق الماتش اللي فات وأحرز هدف في مباراة سموحة، وفي ناس كتير جدا بتشوف إن لو الجانب ده اتطور عند رمضان صبحي وبقى لاعب بيحرز أهداف كتير هيبقى قصة تانية خالص. وكان في جلسة خاصة مع فايلر واضح إنه كمان مهتم بتطوير مستوى رمضان صبحي جدا. شوف إحنا نقول فنشنا السنة اللي فاتت بأداء كويس لرمضان، لو أنا هقيم بقى اللعيبة، لو أنت هقيم اللعيبة، إحنا رمضان السنة دي ابتدى من نهاية السنة اللي فاتت، بدأ ياخد ثقة في نفسه، بدأ الناس ترجع تاني تشجع رمضان، حب رمضان بدأ يرجع للناس تاني، هو بدأ ينقل الصورة للناس، يعني خلى الناس أصلاً بدأت تحترمه. رمضان من الناس اللي هي اللعيبة اللي على مستوى عالي قوي، بس هو عنده حتة يعني لما بمسك كوره انا ممكن رمضان هو عنده حته الـ 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 الاصرار والطمع شويه ان انا ممكن انا اللي اجيب، لكن دلوقتي بقى في دلوقتي حته الجماعيه في الاداء، ده الشكل الجديد اللي موجود دلوقتي مستر فايلر، حته الاداء الجماعي. حتى شحات كمان احنا انتقدناه في بدايه اول ما جه النادي الاهلي، بدا يخش مع الناس. اجاييه حتى السنه اللي فاتت قعد فتره كبيره ما كانش بيلعب. لا الشكل مختلف، ما هو انت عشان ابدا اربط مع اللعيبه، لا ابدا اجيب اللعيبه المؤثره اقعد معاهم اقول له انت المطلوب منك ايه؟ انت بتلعب في نادي كبير، انت مسؤول منك الفريق، انت بتتحمل جزء معايا. انت المفروض على فكره المدير الفني الناجح او الكوتش الناجح لازم اوصل لبعض اللعيبه ان انت بتتحمل معايا المسؤوليه، انت مدرب معايا في الملعب. فدي بتتنقل للعيبه النادي الاهلي. ده شغل اجهزه فنيه ولا فروق فرديه في طبيعه اللاعب نفسه؟ يعني في نوعيه لاعب زي مثلا ما شفنا حسين الشحات
خد وقت شويه على ما بدا يتاقلم ويقدم الكوره الجميله اللي احنا طبعا عارفين انها يقدر يقدمها وامكاناته عاليه جدا كلاعب، ما فيش خلاف على ده. اخد وقت شويه لحد ما بدانا نشوف امكانيات حسين الشحات مع الاهلي. مجدي قفشه العكس، من اول مباراه اندمج مع الفرقه وبيلعب معاهم كانه بقاله فتره مع الفريق. هل ده بيبقى شغل اجهزه فنيه بصمتها على اللاعب وتاثيرها على دمجه بسرعه مع الفريق، ولا شويه دي طبيعه لاعب عن لاعب بتفرق؟ لا هي طبيعه بس دي بترجع لشخصيه اللاعب نفسه. يعني انت بتتكلم على قفشه لعيب محترم، يعني احنا بنتفرج عليه طول عمرنا حاجه ممتعه. حتى وبدا مع الاهلي بثقه على طول في الملعب كانه بقاله فتره طويله مع الاهلي. شوف اصل احنا كل لعيبه مصر شبه بعض او تقريبا كلهم يعرفوا بعض. قفشه هتلاقي صاحب السوليه بره، هتلاقي مش عارف مين مع مين، هتلاقي مش حتى لعيبه الاهلي والزمالك احنا بنشوفهم، احنا معظمنا اهلي وزمالك اصحاب. يعني احنا شده الاهلي وشده الزمالك، لكن معظم الناس اصحاب، فدي بتقرب المسافات بيننا وبين بعض. وزي ما قلت لحضرتك استاذ محمد، النادي الاهلي ما بيجيبش اي لعيب، يعني الفتره دي بيجيب اللعيب اللي هو محتاج له. انا شايف ان اللعيبه اللي موجوده اندمجت بشكل كبير جدا، ممكن تاخد وقت قبل كده، لكن طرق اللعب الحديثه دلوقتي واللعيبه اللي على مستوى عالي والهدف المطلوب منك، انت مطلوب منك بطوله، مطلوب منك ان لازم تادي كويس، مطلوب منك ان انت تتحمل مسؤوليه مع المدرب. انا شايف ان المدرب حتى هدوءه بره بينقل الثقه للعيبه. حاسس ان مفيش، تحس ان هو منهم. لكن انا في مدربين انت بتشوفهم في انديه تانية، يعني تحس ان هم ممكن يخضوا اللعيبه، ممكن انرفز اللعيب، ممكن انرفز لعيبك ولعيب الفرقه التانية. لا، انا شايف ان الراجل ده هادي جدا، واضح ان هو عنده ثقه في شغله. اللعيب اللي بيطبقه في التمرين هو اللي بيطبقه في الماتش، عشان كده بتلاقي قصه الاندماج سهله وبسيطه بين اللعيبه. هل بدا شكل دفاع النادي الاهلي يبقى اقوى مقارنه بالمواسم اللي فاتت؟ الجمهور مطمئن لفكره انه عنده اكتر من دويتو او اكتر من ثنائي مطمئن في المراكز دي، في مركز المساك او في قلب الدفاع، متولي وياسر ابراهيم مع بعض مطمئنين جدا. الماتش اللي فات فايلر حل مشكله غيابهم وانهم لسه بيجهزوا طبيا بعد الاصابات اللي تعرضوا لها في الفتره اللي فاتت بعوده ايمن اشرف رامي ربيعه وادوا بشكل رائع. هل ده نقطه قوه تضاف للنادي الاهلي ان خط دفاعه يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ هو هي ظهرت المشكله في مباراه الزمالك. انت احنا كان عندنا مشكله في القلب، يعني احنا مشكلتنا كلها كانت في الاثنين سرد باكات، لكن انا شايف ان سرد باكات عندنا على مستوى عالي جدا. بس هي قصه ان انت فوجئت ان انت فجاه ما فيش سرد باك موجود، فاضطريت ان انت تحط ترجع بقى حمدي فتحي، احمد فتحي او محمد هاني رغم ان انا يعني اتمنى انا بحب احمد جدا، بحب احمد فتحي جدا طبعا، لكن انا اتمنى وجود هاني يبقى موجود في الملعب على طول. يعني احمد فتحي على فكره ممكن باك رايت، ممكن يلعب ديفندر، لكن انا على المستوى الشخصي اتمنى وجود هاني، لان من احسن باكات رايت موجوده في مصر. انا شايف ان حتى معلول ما شاء الله من يعتبر مفتاح لعب بالنسبه للنادي الاهلي. خط ظهر النادي الاهلي مفيش مشكله بالنسبه لنا. انا شايف الخطوط كلها متقاربه، اللعيب على مستوى عالي جدا، يعني انت ما تحسش بقلق دلوقتي، ما تحسش بقلق. ايمن اشرف ورامي بيقدموا مباراه على اعلى مستوى، تحس ان هم حتى مش بعيد عن الملعب. فدي الحاجات الكويسه. الاهلي معلش قلق ان شاء الله باذن الله، مفيش قلق باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن سعيد بتميل لفكره الروتيشن او ان اللعيبه كتير تاخد فرص؟ فايلر من المدرسه دي بيدي فرص للعيبه في مباراه بنلاقي فيها اسماء، الماتش اللي بعده دخلت اسماء تانية زي احمد الشيخ، مجموعه ما كانتش موجوده في المباراه اللي قبلها بدات تاخد فرص، صلاح محسن، يعني في استغلال واستفاده بكل الامكانيات وبكل مجموعه اللاعبين. دي ميزه ولا مع الوقت هنحتاج ان احنا نثبت تشكيل ويبقى هم 11 بيلعبوا واثنين او ثلاثه بس بيتغيروا والباقي ما لهمش مكان، ولا المجموعه المميزه الموجوده في الاهلي تسمح باكتر من كده؟ هي حسب القوة المباراة نفسها. انت الروتيشن بيتعمل حسب اهميه المباراه. اذا كنت انت مثلا محتاج ايه مباراه، انت كسبان مباراه افريقيا اللي فاتت، الطبيعي ان انت لازم تريح الناس. بركز خلاص انا عديت دور، محتاج على الاقل حتى اخلي اللعيبه ما تبقاش بعيد عن بعض. حتى انا بقول لحضرتك يا استاذ محمد، انت لما بتيجي تشيل لعيب او اتنين من الفرقه ما بتحسش بالفرق كتير، لان اللعيبه كلها على مستوى واحد. وده اللي انا شفته من بعض تدريبات مستر فايلر، اللي هو بيقف مع اللعيبه كتير. يعني مش اللعيب اللي بيلعب، انا اللعيب اللي بيلعب اوكي كده كده حالته النفسيه بتبقى كويسه، لا بشوفه واقف مع اللعيبه ما بتلعبش، اللي هو بيحاول يدخلهم، عايز يجهز كل الناس، عايز يجهز كل الناس. ودي ميزه على فكره، ان يبقى عندك مكان او اتنين انت ما تقلقش. لو قعد رمضان موجود الشحات، لو قعد اجاييه ممكن يلعب. الماتش اللي فات بس دخل على التشكيل اليو ديانج، احمد الشيخ، صلاح محسن، مجموعه كبيره. أيوة طبعا ايمن ورامي، لا ما تحسش بفرق النادي الاهلي. وايمن ورامي رجعوا طبعا، رجعوا الاثنين مباراه وما بيلعبوش بقالهم فتره. وحيد باك ليفت، لا يعني انت بتحس ان محمود وحيد كمان لعب مباراه كويسه جدا، هايله. انا يعني القصه في ايه، ان انت لو شلت لعيب او اثنين من اللعيبه او ريحتهم مفيش مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. ودي الميزه، ان انت جايب لعيب فعلا انا محتاجه، بعكس السنين اللي فاتت كنت ممكن تلاقي لعيب انا او مش ممكن يجي ويمشي والجمهور ما يحسش ان اللعيب ده كان في الاهلي. يعني تمام، لكن انا شايف ان اللعيبه كلها على مستوى فني رائع، التمرينات بتاخد بقوه عاليه جدا، اللعيبه كلها عايزه تلعب ودي ميزه. حتى
احساسك انت بالفوز بالمباراه او البطولات البطوله قريبه من بعض، انت لسه واخد السوبر الدوري، الوقت بيفوت بسرعه، فانت محتاج انت تلعب وتثبت نفسك، لان اللعيب الكويس هو اللي بيحاول يحافظ على مركزه. امبارح كان في تصريحات صحفيه للنجم وليد صلاح الدين بيتكلم فيها عن انه في اكثر من جندي مجهول يقف خلف هذا النجاح والتغير للافضل اللي شايفينه في اداء الاهلي. بيقول كل المسؤولين عن التعاقدات الجديده والتخطيط للتطوير في فريق الكوره في قطاع الكوره في النادي، يعني بيشير للكابتن محمود الخطيب، للجنه التطوير والتخطيط، لكل من يقوم على عمليه التفاوض وانهاء التعاقدات الجديده، وبيقول ان الفارق كبير جدا للافضل هذا الموسم في الاهلي. وبيقول كابتن وليد صلاح الدين كمان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق انه شايف ان المجموعه الحاليه في الاهلي قد تكون الافضل من وجهه نظره على مستوى مصر وافريقيا، وانها مؤهله بقوه للفوز بالبطوله الافريقيه. رايك ايه في الكلام ده؟ طبعا ده راي حد انا بحبه اصلا على المستوى الشخصي يعني. طبعا ما فيش كلام، انت كابتن محمود الخطيب طبعا من الناس اللي يعني قليله في الاعلام، ما تلاقيش كتير في الاعلام، فدي ميزه النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره مش بنتكلم، احنا بنشتغل وعندنا هدف بنحاول نوصل له. انا شايف ان هو عامل شغل كويس جدا، جايب اللعيبه اللي النادي الاهلي يستفيد منها. صبر على المدرب السنه اللي فاتت فتره طويله رغم ان احنا خسرنا بطوله الكاس، لكن انت انا صبر على المدرب ودي حاجه كويسه جدا. السي في للمدرب السنه دي ان احنا تعودنا النادي الاهلي طبعا بياخد قراراته بهدوء، يعني بهدوء. في دايما نوع من الاستقرار في دراسه اي شيء واتخاذ القرار. يعني انا شايف النجاح في الاستقرار، الحمد لله النادي الاهلي متوفر فيه كل عوامل النجاح. انت رئيس نادي على مستوى عالي جدا، حتى اجتماعاته مع اللعيبه تحس ان انت برضو لما بتيجي تشوف حد قيمه انت بتحترمه، فبتحاول انت تثبت نفسك. انا بشوفه بيقف مع رمضان كتير وبيقف مع ناس كتير جدا، تحس ان هو صاحبهم. وعلى فكره دي من عوامل النجاح في النادي الاهلي. المنظومه تفرق معاكوا نفسيا يعني؟ وقت ما كنت مع الفريق ومن نجوم الفريق كابتن سعيد، لما كنت تلاقي زياره قبل مباراه معينه لقيادات النادي، الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب في الوقت ده، وقبلهم طبعا الراحل الكبير الكابتن صالح سليم، لقاء مع اللعيبه، تحفيز للعيبه، كلام عن شخصيه الاهلي، عن اللي مطلوب من اللعيبه اللي بيرتدي او بيلبس فانيله النادي الاهلي، الكلام ده بيؤثر وبيبقى عامل فرق في بعض الفترات او قبل مباريات او بطولات معينه؟ ده بيبقى بشكل مؤثر 100%. يعني انت لما استاذ محمد، انت لما تشوف كابتن صالح نازل من لندن مخصوص قبل مباراه الترجي، دي بتحملك مسؤوليه ان انت مطالب منك ان انت تفرح جمهور النادي الاهلي، الناس اللي بتقف جنبك. انت كمان كشخص لازم تحس ان انت سبب لفرحه الناس. يمكن يعني كابتن هادي كان ليه مقوله كده دايما يقول لك من السنه ان انت تدخل البسمه على اخوك المسلم الاخرين. فتخيل انت كمان كنت بتحضر النيه ان انت تخلي الجمهور خارج فرحان. فتخيل المسؤوليه كبيره. لا مسؤوليه كبيره كابتن حسن حمدي، كابتن صالح، لا انت بتتكلم على كابتن خطيب دلوقتي، بتكلم على شخصيات كبيره جدا في الكوره، يعني حد قيمه، حد محترم بيكلمك باسلوب محترم، بيحملك المسؤوليه معاه، فانت بغصب عنك بتحمل المسؤوليه. انت كنادي الاهلي كمان مطلوب منك بطوله، فمش هتقدر على الاقل حتى تخذل رئيس النادي او الجمهور. فبالتالي انت بتبذل اقصى مجهود عندك عشان هل اصبحت العناصر مكتمله فنيا في النادي الاهلي؟ يعني الناس كانت مفتقده بعض اللعيبه او بتقول ان عندنا نقص او شورتج في عدد من المراكز خلال المواسم اللي فاتت، بدا النادي الاهلي يعوض القصور ده فنيا من خلال اكتر من تعاقد مميز جدا في فترتين الانتقالات اللي فاتوا، واكتملت القوات الضاربه للفريق. هل الاهلي ناقصه اي عنصر في اي مركز، ولا بتشوف يا كابتن سعيد او بتتفق مع الاراء اللي بتقول العناصر دي قادره على انها لو وفقت ان شاء الله تاخد بطوله افريقيا ترجع لكاس العالم للانديه مره ثانيه ان شاء الله باذن الله تعالى؟ لا انا شايف ان المجموعه اللي موجوده كلها، يا رب بس يبعد عنهم الاصابات ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان شاء الله باذن ربنا ان هم يكملوا. لا انا شايف ان اللعيبه على مستوى عالي جدا، كل مكان موجود فيه اثنين لعيبه يقدروا، مش هتحس بالفرق قوي. ممكن تبقى الفروق بسيطه، لكن اللعيبه على مستوى عالي جدا الحمد لله. خط الظهر عندنا مكتمل، الشناوي الحمد لله بدا يرجع للمستوى العالي اللي احنا عارفينه، ديفندرات عندنا على مستوى عالي، خط الهجوم تقدر تشكل فيه زي ما انت عاوز. انا شايف اللعيبه على مستوى عالي جدا، جبنا فعلا الحاجات اللي كانت ناقصانا، هي بس عامل التوفيق. اتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. هي بدات من مباراه السوبر، خدنا مباراه البطوله سوبر طبعا. بدانا الحمد لله حتى الاربع ماتشات الحمد لله اللي فاتوا بنقدم بشكل كويس قوي، في سلاسه النادي الاهلي فعلا بيلعب كوره ممتعه، والنتيجه والاداء كمان، الاداء مقنع جدا، الجمهور مبسوط بالاداء طبعا. سبحان الله، انا كمدرب بستمتع بالاداء في اي وقت. انا عارف ان النادي الاهلي ممكن يفوز في الدقيقه 90 95، النادي الاهلي احنا اتربينا على كده، لحد صفاره النهايه انت مطلوب انك تكسب، فعندك الحافز للمكسب، لكن انت تكسب وتمتع جمهورك، احنا كنا بنتمنى ده يبقى موجود وفعلا موجود بقى الاربع ماتشات، واتمنى ان شاء الله يستمر ان شاء الله. ايه الحاجه اللي بتتمنى تشوفها الموسم ده على مستوى افريقيا او الدوري والبطولات المحليه في اداء النادي الاهلي كانت غابت عن النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت؟
حاجه في طريقه الاداء او في شكل الاداء كان دايما متعودين انها تبقى موجوده في المتعه المتعه ما كانتش موجوده قبل كده. احنا كنا ممكن نكسب بصعوبه يعني السنه اللي فاتت احنا اخذنا يعني انت بتجاهد بنكسب في ومكسب اللي هو تجاري اعرف اجيب جون بس اكسب بيه الماتش لكن انت دلوقتي الحمد لكن كوره حلوه كنا مش لاقيين ده مفتقدينها لكن السنه دي الحمد لله انت بتادي بشكل كويس. عايز اقول لك ان العناصر اللي موجوده تقدر تعمل بيها حاجات كتير جدا. طرق اللعب ممكن تغيرها في الملعب. انت دلوقتي بقيت انت بتغير من جوه الملعب يعني في مدير فني يغير لاعب لاعب لا انت دلوقتي انت عندك لعيبه ممكن تغير جوه الملعب دلوقتي. فالسلاسه بتاعه اللعيبه هي اللي بتدي كره كويسه بتخلي الاداء كويس بتخلي الجمهور مستمتع وفي النهايه انت مطلوب منك مكسب بشكل كويس. هو ده اللي موجود دلوقتي في مركزك مركز الظهير الايسر او الباك ليفت يا كابتن سعيد. تالق معلول الناس كانت مبسوطه جدا بيه ولكن دايما كان بيقال من محللين فنيين ومن محبين للنادي الاهلي مدربين وجماهير انها نقطه قوه للفريق تالق معلول هجوميا ولكن نقطه ضعف ان كان بيجي فينا اهداف كتير قوي من الهجوم من ناحيته لانه بيتقدم وبيبقى المكان ده فيه فراغ يعني. بدات الناس تشوف ان استغلال وتكليف معلول زي ما بدا ريني فايلر هذا الموسم بمهام دفاعيه زي ما شفنا في مباراه السوبر ان ده ذكاء كبير جدا من المدير الفني وان احنا بنكتشف جانب كمان في قوه معلول كنجم ولاعب مؤثر حتى في الجانب الدفاعي. رايك ايه في طريقه اداء معلول وفي نجوميته او الاستفاده بيه في الباك ليفت؟ اولا معلول يعتبر افضل باك ليفت موجود في الدوري المصري طبعا مش من السنه دي السنه اللي فاتت طبعا. طريقه لعبه عاليه جدا حتى في منتخب تونس كمان مؤثر عنده سلاسه في اللعب زي ما حضرتك بتقول هو الحته الهجوميه عنده بيأديها بشكل كويس قوي لكن الحته الدفاعيه بنقدر نغطيها بطرق تانية يعني انت ممكن ايمن اشرف تلاقي هو موجود باك ليفت تلاقي مثلا السليه بيغطي في ظهره لكن انا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس قوي. رمضان بيساعده بشكل كويس الشيخ بيساعده بشكل كويس. نقطه النادي الاهلي انا شايف ان هو يعني معلول لو 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 يعني انت بتتكلم في فرقه ثانيه قدرت تقفل الجبهه دي هتبقى مشكله بالنسبه لنا. فمعلول لا من اللعيبه المؤثره جدا طريقه لعبه عاليه جدا الحته الدفاعيه قفله لان هو فيها مش مميز قوي لكن او كان مركز دايما النادي بيستفيد بيه او الاجهزه الفنيه اللي فاتت كانت بتركز على قدراته الهجوميه. هو كل مدرب يا استاذ محمد بقدر استغل له طريقة. طبعا ليه طريقه واقدر استغل اللعيب. انا ممكن اهاجم وفي حد تاني يدافع مكانه ممكن سرد باك ممكن يعني في قصص بتتعمل في الملعب بترجع طبعا للمدير الفني حسب التكليفات يا كابتن سعيد طبعا. ولا قدرات اللاعب نفسه يعني النجم سعيد عبد العزيز في النادي الاهلي كان في الاساس بيدافع كويس جدا تمام. في منطقه الباك ليفت وبعدين بيبدا الدور الهجومي بنشوفك بتتقدم في فترات بتعمل الكروسات الكرات العرضيه بتشارك في الهجوم ولكن في الاساس قافل الناحيه دي. في لعيب تاني يبقى طبيعته العكس هو دايما مهاجم وممكن يرجع يدافع في بعض الاوقات ولا ده حسب ما الجهاز الفني بيعود؟ لا هو طبعا بترجع للجهاز الفني وطبعا انت 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 بتتكلم بس طرق اللعب نفسها اتغيرت التحركات نفسها بتاعت اللعيبه اتغيرت انت عندك الجناحين كانوا جناحين زمان لكن دلوقتي بيبدا يخش قلب الملعب تحت فالقصه بقت مختلفه بيبداوا دلوقتي يفضلوا للباكات عشان تطلع. انت لو طلعت دلوقتي انت احنا زمان كان عندنا 4 4 2 دي صريحه يعني سعيد لازم يدافع مش عارف ابو مسلم هيهاجم خلاص انت 50 50 فبيضطر ان انت تقفل الحته بتاعتك كويس لكن دلوقتي طرق اللعب طالما اتغيرت انت ممكن دلوقتي تلعب بثلاثه بس مش اربعه يعني معلول اوقات لما بيزيد بتلاقي ديفندر واقف حسام عاشور فالقصه بقت مختلفه. الطرق الفنيه طالما اختلفت اقدر اكلف اللعيب وبترجع للفروق الفرديه بين اللعيبه مش كل اللعيبه زي بعض لكن انا شايف ان معلول طريقه اللعب نفسها مناسبه ليه تحركات اللعيبه اللعيبه على مستوى عالي هي دي اللي بتخلي اللعيبه شكلها كويس. عشان كده انا بتمنى وجود كمان محمد هاني اتمنى وجوده في حته الباك رايت لانه هو من اللعيبه المميزه او الخفيفه اللي تقدر تعمل لك حلول كويسه الدور الدفاعي والهجوم طبعا طبعا طيب. وده راي ناس كتير جدا لكن احمد فتحي كل فتره بيعيد الحسابات وبيلخبط حسابات طبعا. الناس الشكل اللي ظهر عليه في مباراه الزمالك في السوبر الناس قالت احمد فتحي بيأدي بشكل افضل مما شفناه يعني من افضل المباريات اللي لعبها في حياته بدنيا وفنيا طبعًا. وطبعا خبراته ودوره كقائد في الملعب احمد فتحي صعب المهمه على اي مدير فني بيفاضل بينه وبين لعيب تاني لانه صعب جدا تكون صعب عليك انك ما تختارش احمد فتحي او انك تختار منافس له صعب تخليه بره الفرقه. احمد من روح من الناس اللي عندها روح عاليه جدا في الملعب يعني سواء كان موجود في الملعب او مش موجود لازم يبقى موجود في ال 18 انا شايف وجهه نظري الشخصيه يعني لكن احنا بنتكلم على لازم الناس تانية تاخد فرص لان احمد برضو انت احنا بنتكلم حتى لما بنيجي نشوف اختيارات المنتخب دلوقتي الناس بتعمل في شويه تغيير عشان معدل المتوسط الاعمار استفيد بجيل جديد لسنوات اللي احنا بنسمعه ده سنه الحياه ان انت لازم اعد حد يبقى موجود. انا شايف
شايف ان حتى هاني من اللعيبه الهاديه قوي اللي ممكن تلعبه سيرد باك تلعبه باك يعني ما فيش مشكله. لكن احمد روحه عاليه جدا. احمد انا شايف ان طول عمره ان هو بيقاتل في الملعب سواء كان موجود في المنتخب او موجود في النادي الاهلي. لا عنصر لازم يبقى موجود لان هو انت بتحتاج حاجه جزء 50% جوه الملعب و50% بره الملعب. دي عناصر كتير جدا مرت على النادي الاهلي سواء كان هادي تريكا ناس كتير جدا ليهم دور بره الملعب. انا شايف ان احمد فتحي لازم يبقى موجود سواء كان موجود في الملعب او بره الملعب حاجه ليها قيمه في النادي الاهلي. اتمنى بتشوف مين من لعيبه الجيل الحالي سواء في الاهلي او في الدوري المصري عموما بيلعب باك رايت او باك ليفت في شكل اداء الاجنحه اللي اتكلمت عنها زي نجوم كبار في تاريخ الكره المصريه في الاهلي او انديه تانية. نجوم كبار ابراهيم حسن ربيع ياسين احمد رمزي اللعيبه اللي هي كانت بتبقى الخط ده كله مقفول دفاع وهجوم بتقدر تلعب 90 دقيقه وانت مطمن ان الخط اليمين او الخط الشمال ده في لعيب قافل الجبهه دي خالص. هو طبعا كابتن محمد عماره طبعا يعني من الناس كابتن عماره طبعا من النجوم طبعًا اللي تالقوا في المركز ده. طبعا ابو مسلم لما لعب باك ليفت ابو المجد مصطفى الله يرحمه محمد عبد الوهاب طبعا يعني نجم كبير. لا هم على مين من الجيل الحالي بتشوف انه عنده القدرات دي ولا الجيل الحالي بقى طبيعه الاداء ان بتلاقي لاعب يا اما هو 70% دفاع وعنده 30% هجوم او العكس؟ مفيش حد عنده ال 50 50 دي بيقدر يلعب الحاجتين 50 50 دي صعبه. 50 50 صعبه هي طرق اللعب نفسها اللي بتفرض يعني انا بيعجبني لعيبه جدا في فرق تانية بس برضو انت هتلاقي فيه عجز او هتلاقي فيه برضو مشكله سواء في الحته الدفاعيه والهجوميه. لكن انت واحده على حساب الثانيه حاجه على حساب واحدة حاجة. دي بترجع بقى للمدير الفني ازاي انا اغطي بقى الحته اللي هي سواء كانت الدفاعيه لو انا عندي عجز في الحته الدفاعيه او الحته الهجوميه. لكن انت دلوقتي الانديه الكبيره لازم هتهاجم يعني انا مطلوب من هاني يهاجم مطلوب من احمد فتحي يهاجم طب مين هيغطيهم لو هم زايد وهتلاقي ديفندر بيغطي او فالقصه تبقى مختلفه حسب طريقه اللعب. لكن هي الفروق الفرديه اللي بتفرق يعني انت بتجيب لعيبه على مستوى عالي تقدر تنفذ فكر المدرب ده اللي موجود دلوقتي. لكن انت على المرور هجيب بقى من ايام بقى كابتن ربيع ياسين عماره محمد عبد الوهاب الله يرحمه ابو سلم لا ناس كتير سواء هنا او هنا بيأدوا بشكل كويس كابتن ابراهيم حسن طبعا ياسر رضوان كانوا بيلعبوا في المركزين يعني في الهجوم وفي الدفاع طبعا الخط ده بنفس الايجاد بس هي طرق اللعب بس محمد اللي بتختلف يعني طريقه اللعب هي اللي بتخليك دلوقتي طرق اللعب ما بتعتمدش على الجناح اللي هو الخط ده كله هو مسؤول عنه لوحده طبعا لا طبعا لا بقى في دلوقتي بقى في بقى ما انت ممكن دلوقتي ما يعني ما طرق اللعب مختلفه عشان نتكلم في الكوره والحاجات دي كتير انت دلوقتي ممكن مش مطلوب من ان باك هو اللي يزيد مطلوب من الجناح يخش يبقى فيرود مطلوب من ديفندر هو اللي يزيد طب ديفندر لا القصه بقت مختلفه ما هو ده بقى اللي بيبين فكر المدرب والعناصر اللي تقدر تطبق لك اللي انت عايزه طب بتشوف ده ازاي في منطقه الباك رايت والباك ليفت في الاهلي بطريقه اللعب الحاليه الموسم ده بتشوف ان افضل طريقه لاستغلال اجنحه النادي الاهلي او ظهيراي الاجناب في النادي الاهلي ازاي من الجيل الحالي هو انا شايف طبعا معلول بيأدي الشكل ده بشكل كويس وحيد أدى المباراه اللي فاتت بشكل كويس احمد فتحي محمد هاني بس انا شايف وجهه نظري الشخصيه الاول الفنيه ان اجاي هو اللي بيعمل لنا اللي هي النقهه اللي بتتقال دي كلها لان امتى ينزل وامتى الناس اللي تحت الفرق اللي هم تحت الفرق دي يروحوا امتى لما يخشوا قلبين الملعب امتى الباكين يروحوا لا القصه انا ما عشان احنا نتكلم في الكوره هي قصه لكن انا شايف ان الاطراف النادي الاهلي بتادي بشكل كويس الديفندرات بتادي بشكل كويس الحمد لله عوده السرد باكات الحمد لله ما عندناش مشاكل دلوقتي الفرقه مكتمل يعني انت حتى البلاي ميكر بقى عندنا لعيب بيقوم بالمهمه دي كمان مجدي قفشه ماشي بشكل كويس جدا مع الفريق وبيادي المهمه دي بشكل اكتر من رائع الحلول كتيره يعني احنا عشان نتكلم في الحته الفنيه حلول كتيره جدا للنادي الاهلي انا شايف ان الحمد لله احنا ما عندناش عجز في حاجه بالعكس احنا عندنا لعيبه مميزه جدا بس هي حته عامل التوفيق ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله بتتمنى لو عندك تصور او بتقترح او الجهاز الفني للنادي الاهلي في جلسه وديه كده بياخد رايك في حاجه فنيه امبارح نجمنا الكابتن احمد بلال قال بتمنى بالمجموعه الحاليه الاهلي يلعب 4 1 3 2 قال الاربع باكات واحد هاف ديفندر ثلاثه لعيبه وسط لعيبه الوسط المهاجم واثنين فراوده وبيكلم ان الاهلي يحتمل بالتشكيل ده يغامر بانه يعتمد على هاف ديفندر واحد يعني ايه التغيير اللي بتقترحه يا كابتن سعيد او اللي بتتمنى تشوفه مع المجموعه الحاليه الموجوده في النادي ما هو انت لو شفت الطريقه نفسها زي ما احمد بيقول 4 1 4 1 يعني الديفندرين هم اللي بيكملوا الهجوم مع مين مع الاطراف والفيرود اه امتى الفيرود هينزل عشان الناس الثانيه الاطراف تخش قلب الملعب الديفندرين اللي هم بنتكلم عليهم بقى في اوروبا بوكس تو بوكس الناس موجوده في نص الملعب عشان تستلم لكن امتى بيكملوا في الكره العكسيه الناس بتحضر عشان الديفندر هو اللي يروح الناس بتفضل عشان الباك يطلع لكن القصه كلها احنا تيم كبير يعني احنا النادي الاهلي تيم كبير اللعيبه اللي موجوده لو موجود حسام عاشور بس لوحده او حمدي موجود في قلب الملعب مع باك من الباكين سواء معلول او فتحي لو وقف هينقفل قلب الملعب مع السرد باكين معظم اللعيبه الحمد لله بتادي الدور ده بشكل كويس لكن الميزه السنه دي ان المساحات صغيره اللعيبه كلها بتتحرك مفيش مركزيه فده اللي مدينا الشكل كويس ودينا سلاسه في الملعب طيب خلينا ننتقل للكلام اللي كنا بدانا بيه الحوار عن منتخب مصر وعن التكليفات الجديده
وعن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري. شايف ازاي منتخب مصر في الفترة الجاية الجهاز الجديد كابتن حسام ايه اللي محتاجينه يغير من شكل اداء منتخب مصر اللي كان غير مقنع في السنين اللي فاتت ونتائجه؟ طبعا هو طبعا مسؤوليه كبيره طبعا على الكابتن حسام طبعا، خاصه بعد خروجنا من كاس الامم، لكن انا شايف ان هو يعني ليه فكر معين كده، حتى بدايتها ان انت تبدا تعد جيل جديد لمصر، لعيبه تبدا صغار السن، لكن هو المطلوب ان احنا نصبر على المدير الفني. يعني احنا جبنا واحد مصري عشان احنا الناس تقف جنبه، المدير الفني الاجنبي المفروض ان بيجي، احنا جبنا مدير فني كبير على مستوى لكن ما عملش حاجه. طب احنا دلوقتي هنحاسب الكابتن حسام بعد في مباراه بتسوانا، نفترض الراجل جاب لعيبه لسه جديده او لا، احنا لازم نصبر على كابتن حسام على الجهاز الفني، احنا كلنا بقينا مصريين دلوقتي، المطلوب مننا النجاح دلوقتي، هننجح الفرقه ان احنا ندعم الكابتن حسام واللعيبه اللي هو بيختارها لازم ندعمها، لان لعيبه مصر اللعيبة كلها. هل بتشوف ان المدير الفني المصري للمنتخب بيتظلم احيانا من الاعلام، احيانا من اتحاد الكرة والمسؤولين في الوسط الرياضي، انه اسف في التعبير الناس بتبقى قاعده فوق دماغه طول الوقت، مش سايبينه زي المدرب الاجنبي اللي بياخد الفرصه كامله والصلاحيات كامله؟ هي دي مشكله هل ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي بيحصل. احنا المدرب المصري طبعا هينتقدوه، احنا ممكن مباراه بتسوانا انت ممكن يقيم الكابتن حسام، احنا كده يعني، احنا اعلامنا كده، لكن انت هدفك ايه دلوقتي؟ هصبر على الراجل هيبدا يعد فرقه جديده، خلاص هنصبر عليه، لكن انت المدرب معروف في مصر دلوقتي نتائج، انا بكسب وماشي كويس، احنا مستر بايلر احنا بنتكلم اداء كويس، مكسب 4 مباريات، فالناس تقف جنبه، احنا بنساند دايما الاجانب، لكن المصري هيقف على دماغه، دي حقيقه. لكن انا اتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه، احنا لسه بنجرب وهنريح لعيبه المحترفين، نسمع ان هم مش هيجوا المباراه الجايه او لو جم هيقعدوا. يعني هو وجه طبعا يعني وجه الدعوه للمحترفين للانضمام للمعسكر فوق قدامه وقت طويل، ان الكابتن حسام طبعا، هو طبعا الكابتن حسام من الشخصيات القويه اللي تقدر تقود المنتخب، يعني اتمنى له طبعا التوفيق ان شاء الله باذن الله. فنيا بقى شايف ايه اللي ناقص منتخبنا كابتن سعيد؟ هل في كان نوع من عدم العداله في تجاهل لعدد من اللاعبين المميزين؟ ده كان بيتقال في الشارع المصري الفتره اللي فاتت، ان ناس كثيره تستحق ما كانتش بتروح المنتخب، وناس كانت بتروح المنتخب لا تستحق فنيا انها تكون في المنتخب. رايك هو احنا يعني مش عايز اربطها بقى، احنا خرجنا البطوله اللي فاتت على فكره برضو، يعني نسبه كبيره كانت ظلم يعني بصراحه، يعني في ناس كتير اتظلمت كانت المفروض تبقى موجوده في المنتخب الفتره دي، الى جانب طبعا الحته انه جهاز اجاري ما اختارش افضل مجموعه لعيبه. طبعا الى جانب كمان انت تحس برضو ان يعني الامور ما كانتش مكتمله قوي، يعني الحته حتى الاخلاقيه كمان ما كانتش موجوده قوي، ففي حاجات كتير جدا، الحزم والانضباط والامور الاداريه طبعا اكيد دي عوامل اثرت عليك. انت بالعكس احنا يمكن السنه دي احسن سنه نشوف فيها الجمهور داخل بشكل كويس، التنظيم كان كويس، كان في حاجات جديده، لكن انت كنت نتمنى ان احنا نكمل ده بالشكل الفني بقى كويس، لكن بان اخطاء كتيره حتى في الملعب، يعني انت مصر بتلعب في احنا بنلعب هنا بنخرج يعني بالشكل ده، اكيد في حاجات سلبيه اتحملها طبعا الجهاز، ويعني خلاص اتمنى ان شاء الله باذن الله الشكل الجديد بقى واللعيبه اللي احنا هنضمها. قول لي مجموعه اسماء يا كابتن سعيد بتتمنى تكون في المنتخب او شايف انها تستحق تكون من الفتره اللي فاتت وفي كاس الامم مع منتخب مصر؟ يعني انا شايف ان حمدي لازم يبقى حمدي موجود. فتحي طبعا لازم يبقى موجود طبعا الفتره الموجوده دي، يعني مستواه ما شاء الله عالي جدا، يعني انا شايف ان هو كمان بيقدر يلعب اكتر من مكان. هاني اتمنى ان ياخد فرصته بقى بشكل كامل، يعني انا بحبه على المستوى الشخصي كمان، اتمنى يبقى موجود الفتره الجايه، اتمنى الشحات يبقى موجود، في لعيبه على فكره بتظهر بشكل كويس جدا، اتمنى ان شاء الله، ما هي عامل التوفيق بس، انت القصه كلها متوفره في عامل التوفيق، انا ممكن اخد لعيب يبقى في مكسر الدنيا في النادي لكن مش موافق في ما يقدمش نفس المستوى في المنتخب، والعكس أكيد. ممكن تختار لعيب مستواه مع نادي يعني 60% وتلاقيه عامل كل حاجه مطلوبه منه في المنتخب، زي ما بنقول لعيب تمرين ولعيب مباراه، هي القصه كلها ان الحزم والشده تبقى موجوده في المنتخب، لان اللعيبه طبعا يعني لازم يتحمل المسؤوليه شويه، انت قصه جديده، مدير فني جديد، هتلاقي الدنيا كلها متسلطه عليك، اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى اللعيبه كلها اللي تبقى موجوده في المنتخب تأدي بشكل كويس. اشكاليه اللاعب المحلي واللاعب المحترف ومن الاحق بالانضمام للمنتخب، كان في حوار مع نجمنا الكبير كابتن ربيع ياسين، قال انا مش معنى ان عندي لعيب بيلعب بره مصر انه بالضروره احسن من اللعيب المصري، قال عندي لعيب زي محمد صلاح مفيش خلاف عليه نجم كبير، تريزيجيه كذلك، حجازي نفس الامر، قال لكن في لعيبه تانية كانت الحقيقه بيضموها للمنتخب في الفتره اللي فاتت لمجرد انها بتلعب بره مصر وهي اقل كتير جدا من اللعيبه اللي في مراكزها في الدوري المصري، شوف الموضوع ده ازاي؟
يعني طبعا الكابتن ربيع ما حدش يقدر طبعا يتكلم وراه في حاجات زي كده. انا مش شايف ان مش معنى ان انا عندي محترف نجيبه، يعني انا يعني على المستوى الشخصي انا ما كانش بيعجبني اداء كوكا، يعني مش شايف ان هو مش مقنع بالنسبه لك. مش مقنع بالنسبه لي غزال موجود مع المنتخب بشكل اساسي، وانضمام علي غزال في الفتره اللي فاتت اثار يعني جدل كبير وناس كتير ما كانتش متحمسه. يعني انت عندك البدائل اللي انت ظلم، يعني مش عايزين نقول ظلمتهم، انت فعلا كان موجود البديل المصري اللي هو تحسسه حتى يعني على قد تعبي، انا تعبت خلال الدوري لازم ابقى موجود. دي ما كانتش موجوده. اظن الكابتن حسام هياخد باله من الحاجات دي، وانا شايف ان نتوقع تعديلات كتيره في هيكل المنتخب في الفتره الجايه. تعديلات وكمان طرق اللعب كمان ممكن تتغير مع كابتن حسام، عشان اشتغلت مع كابتن حسام طبعا مع مستر مانويل، فانا عارف ان الراجل فكره كويس قوي وهو متابع. يعني ازاي بتتوقع يبقى الشكل هجومي اكتر؟ شكل اداء المنتخب كابتن حسام اصلا من النوع اللي هو عنده حته المجازفه كمان، يعني عنده حته المجازفه في الحته الهجوميه شويه، لكن هي هترجع لحسب بقى الفرقه اللي انت بتلعبها وقوتها، هيبان من مباراه بوتسوانا. وهل هيقدر يعمل ده في توليه المهمه لاول مره كمدير فني لمنتخب مصر الاول، ولا هتبقى عنده حسابات برضو اني مش عايز اخسر وعايز ظهوري يبقى فيه ثبات في النتائج وده يكسبني ثقه واسمي وجماهيريتي كمدير فني، فهتبقى الجرأه دي محدوده شويه. بس احنا عارفين الكابتن حسام، يعني انت مش لسه هتعرف عليه. انا بس تجربته دايما مع المنتخب بتبقى اول تجربه لها حساباتها. يعني بص، هي هترجع برضو قدره اللعيبه على تنفيذ طريقه اللعب اللي هو يلعب بيها. بس انا شايف ان الكابتن حسام من المدربين اللي هم عنده جرأه في الحته الفنيه، حتى وجوده في النادي الاهلي، البطولات اللي اخذها في النادي الاهلي هي بتبين كده. عنده حته الحزم والقوه، ان انت اللعيبه انا يعني انا كلاعب لازم يبقى عندي حته الهيبه من المدرب اللي هو لازم يعني يخضك. انا شايف ان دي ما كانتش موجوده في الفتره اللي فاتت في منتخب مصر. انا شايف الكابتن حسام ان شاء الله اي مجموعه هيضمها ان شاء الله باذن الله هيبقى فيها بصمه، لكن احنا مش عايزين نستعجل عليه بقى. يعني احنا مش عايزين نقول ان هو التقييم بالقطعه بعد كل مباراه، انت عايز الراجل ياخد فتره، ياخد وقت كافي لانه يقدم اللي عنده. سيبه بقى، انت اخترته فسيبه، يعني انت سيبه بقى ان هو يختار اللعيبه، ياخد فتره معايشه. انت لسه حضرتك قلت لي في اول القعده ما قعدنا، قلت لي ان احنا لازم ناخد فتره معايشه زي ما مطلوب من المدرب عشان اطور نفسي، اخد فتره معايشه بره. سيب الكابتن حسام ياخد معايشه مع اللعيبه، اديله الامكانيات والصلاحيات. انا شايف ان اصل اللعيبه مش غرب عليك، لكن انت لازم تطبق حته العدل شويه تبقى موجوده، الحزم شويه في المنتخب، اظن الامور تبقى ان شاء الله كويسه. طيب، هل اللاعب المصري قادر على تحقيق النجاحات المطلوبه او طموحات المدرب اللي عنده نزعه هجوميه زي ما بتتكلم دلوقتي يا كابتن سعيد حضرتك عن الكابتن حسام البدري؟ ليه بسال السؤال ده؟ لان كوبر في احيان كثيره جدا كان بيتكلم مع المحيطين بيه، اعلاميين، صحفيين، عناصر في الاجهزه الفنيه، ادارات الانديه نفسها تعرف انه كوبر كان بيقول انا ما عنديش غير اثنين بيجروا كويس جدا في منتخب مصر، محمد صلاح وتريزيجيه. يقول انا مضطر العب بالطريقه دي لان لو هاجمت سرعات فرقتي وسبرنتاتهم ولياقتهم هتتكشف وهيدخل مرمى اهداف كتير ومش هنلحق نرد او نرجع عشان ندافع. فبيقول ده اللي يناسب الجيل الحالي من اللاعبين. ايه مدى اتفاقك مع الكلام ده او قناعتك باللي بيقوله كوبر؟ هو الوقت بتاع كوبر ده كان مطلوب كده، يعني الوقت اللي كان موجود في مستر كوبر، وانا شايف الراجل نجح. يعني هي ترجع لطريقه اللعب المدير الفني اللي انا بفرضها على اللعب. يعني في انديه في الدوري العام مطلوب منها ان انت عارف ان انا عندي لعيب او اتنين هم اللي يقدروا يجاروا اللعيبه، فبنضطر نلعب بطريقه دفاعيه. معظم فرق الدوري كده، هكذا في المنتخب. احنا كنا شايفين في الوقت ده كان مميز قوي محمد صلاح وتريزيجيه. انت ما كانت الانسب ليك وقوه المنتخبات، حتى الماتشات الوديه اللي لعبناها طريقه اللعب كانت ماشيه كويس، بس احنا ما بنلعبش كره ممتعه، فده اللي كان مؤثر شويه. لكن انا شايف ان الراجل بطوله كاس الامم اخذها، وصلنا كاس عالم، ادى المطلوب منه، وصل بس فاينل كاس الامم، وصل طبعا دي حاجه، وصعد للنهائيات، وصعد للنهائيات، فحقق المطلوب منه. يعني احنا بالعكس، انا لما اجي اقيمه بالارقام بتشوف انه نجح. طبعا نجح بس اداؤه كان عامل جدل كبير قوي عند الناس. المدرب نتائج، يعني الناس ما كانتش مقتنعه بالاداء خالص. ما نتائج، انا لسه بنتكلم مع كابتن حسام، انت لسه بتقول هل هدافع، هل هغامر، هل هلعب بطريقه هجوميه، دي بترجع للمدير الفني. لكن احنا لازم نصبر عليه، صبرنا على الناس اللي قبل كده الاجانب، لازم نصبر على الكابتن. طيب، حسام، هل الجيل الحالي من اللاعبين الموجودين النجوم الاقرب للانضمام في المنتخب، في مقدمتهم نجوم النادي الاهلي والمجموعه طبعا المميزه في الزمالك، الاسماعيلي، كل الانديه الكبيره، هل بتتوقع يا كابتن سعيد انها ممكن توجد، او كابتن حسام البدري يوجد تشكيل ومجموعه لعيبه تلعب بقى كرة ممتعة في المنتخب، تقدم كرة زي اللي كنا متعودين نشوفها قريبة من اللي شفناه في 2006 و2008 و2010؟ هو الانطباع استاذ محمد اللي موجود دلوقتي ان الاهلي فريق قوي، الزمالك فريق قوي، الاثنين فرقتين ممتعين، الاسماعيلي فرقة كويسة، حتى الفرق اللي تحت كمان في عناصر كويسة. انا شايف ان انطباع الفرق هو اللي هيؤدي لانطباع المنتخب. اللعيب مستوى الفرق هو اللي هيخلي طبعا المنتخب. انا شايف ان اللعيبة دلوقتي في افضل حالتها، يعني الزمالك السنة دي فرقة محترمة جدا، عندهم حلول كويسة جدا.
الاسماعيلي فرقه كويسه قوي، الاهلي ما شاء الله رجع دلوقتي، احنا بنستمتع دلوقتي باللعيبه اللي موجود في الانديه، ده الصوره مصغره. حتى ماتشات الاهلي والزمالك الجمهور عنده طموح انه يشوف ماتشات حلوه قوي. ما كناش بنشوفها في المواسم اللي فاتت، لان الفريقين لما بيبقوا فنيا حالتهم كويسه وفيهم نجوم في الملعب بنستمتع بمبارياتهم. والله السنه اول سنه السنه دي جمهور الزمالك ما زعلش، يعني انا عشان اصحابي كتير زملكاويه مش طالعين زعلانين، اداء الفرقه اللي هو احنا لعبنا 50-50، لعبنا شوط وانت شوط، الماتش 3-2 60-30 يعني خلينا نتكلم في الاهلي لا والزمالك لعب بقوه او رجع عشان ظروف الاصابات في الاهلي لمده 30 دقيقه طبعا طبعا طبعا. انا بقول لحضرتك ان العوامل الموجوده سواء الجمهور او اللعيبه القصه كلها بقت قريبه دلوقتي. احنا هدفنا دلوقتي النجاح، لازم نساعد الناس، اللعيبه دلوقتي في افضل حالاتها، اللعيبه بتادي بشكل كويس، حتى والله الفرق اسوان اف سي مصر طنطا فيهم لعيبه كويسه قوي. اكيد الكابتن حسام طبعا الخمس مباريات الجايين في الدوري هيبدا يتابع اللعيبه بشكل كويس، اتمنى حته بس الدعم له للجهاز وانه الجهاز ياخد وقته وياخد الصلاحيات الكامله، الدعم والعدل بس يبقى موجود، لو في عدل في الاختيارات طبعا اكيد اكيد. بمعنى ايه بقى؟ ما يبقاش في مجاملات، وايه معنى المجاملات لما بنتكلم عن منتخب مصر على كل المستويات في تشكيل جهاز؟ احيانا كانوا يقولوا هنشكل نتمنى نشوف جهاز توافقي، جهاز توافقي يعني في عناصر من الاهلي وعناصر من الزمالك وحاجه كده، في حاله ارضاء لكل الانديه، والكلام ده فنيا ملوش اي معنى. هو موجود معناه برضه حسابات وتوازنات وحاجات غريبه موجود جدا. السنه دي احنا جهاز منتخب مصر اهلي وزمالك، لكن هي مش القصه، احنا بنبني جهاز عشان نبني فرقه، التوفيق هيجي من هنا نتيجه العدل، انت خلاص عملت عدل هنا في المنتخب زي ما انت بتقول في الجهاز، خلاص يبقى في عدل في اللعيبه، الامور بتمشي، لان في الاول والاخر هو اللعيب دلوقتي، اللعيب اللي بيعمل للمدرب مش المدرب بيعمل للعيب، خلاص اللعيبه دلوقتي كلها شكل بعض دلوقتي، والمدرب بيتحاسب على النتائج. اتمنى ان احنا نساعد الجهاز الفني زي ما بنساعد اللعيبه. طب هو الاصح بقى لو بنتكلم عن تشكيل الاجهزه الفنيه او تكلفها، ان يختار ناس بتمثل اكبر القوه في البلد في كره القدم، يعني يجيب حد بيمثل النادي الاهلي، حد بيمثل الزمالك، وحد من الاسماعيلي، ولا اجيب فريق متناغم تيم عنده تيم ورك يقدر يعمل لي حاجه مع مجموعه اللعيبه اللي هيتولى مهمتها؟ هو انت تاخد من اعلى فرقتين موجودين في مصر، اهلي وزمالك. انا عارف ولكن هل المفروض المجموعه اللي بختارها يبقى لها سابق تجربه وخبرات في الشغل مع بعض ولا لا؟ ولا ده مش بالضروره يكون؟ لا مش بالضروره، لا مش بالضروره، اصل دي بترجع للمدير الفني، انا اللي بختار الجهاز الفني المساعدين اللي هرتاح معاهم، انا لازم انا كمدير فني لازم اجيب هو اللي بيحدد جهازه خلاص، فده طبعًا. المفروض بيرجع لقرارات طبعا زي المدير الفني الاجنبي بيبقى جاي مختار جهاز الفني، سواء كنت جايب مساعد مدرب، جايب احمال، دي بترجع للمدير الفني، انا شايف الكابتن حسام اختار انسب ناس موجوده بالنسبه له، اتمنى التوفيق للكابتن حسام وجهازه ان شاء الله يعني. خلينا نتكلم عن الدوري المصري، نختتم هذا الحوار، الدقائق المتبقيه من حوارنا مع الكابتن سعيد عبد العزيز، هنتحدث فيه عن الدوري هذا الموسم، ايه الحاجات اللي شايفها افضل في انطلاقه الموسم الحالي فنيا، تنظيميا، اداريا، جماهيريا، ايه الحاجات اللي بتتمنى تشوفها في المسابقه بترجع زي ما تعودنا عليها من سنوات وكانت متلخبطه شويه او ما كناش سعداء بيها في السنتين ثلاثه اللي فاتوا؟ هو الالتزام بس، يعني التزام اتحاد الكوره بالمباريات تتقام في مواعيدها عشان تقدر تلعب مباراه افريقيا بشكل كويس، لان احنا السنه اللي فاتت اخذنا فتره كبيره قوي انت بتلعب نهايه الدوري والسوبر بعد كاس الامم، فطبعا السنه اللي فاتت ما كانش في نظام طبعا خالص في اتحاد الكوره، اتمنى الالتزام من اتحاد الكوره بمواعيده، واحنا بنشوف في اوروبا الدوري يوم واحد يخلص يوم واحد، فنتمنى ان احنا زي ما بنتعلم من الناس اللي بره المدربين هم كمان برضو، اتمنى اتحاد الكوره ان هو يلتزم بمواعيده، اتمنى وجود الجمهور في الملعب بتدي طبعا شكل تاني خالص للمباريات طبعا، انت بتستمتع وتاثير على اداء اللعيبه نفسها اكيد، اللعيبه اصلا انا بلعب كوره، انا يعني الناس بتلعب كوره بره عشان تستمتع، احنا هنا الوضع مختلف شويه، الملاعب وهي فاضيه وصدى الصوت وكده حاجه صعبه جدا. طبعا طبعا في اوروبا الناس، احنا بنشوف الناس قبل المباراه بعد المباراه الشكل جميل، احنا نفسنا بنقول يا رب نبقى كده، اتمنى الالتزام الامني يبقى كويس الفتره الجايه عشان ندخل الجمهور، اتمنى ان شاء الله باذن الله، هي الامور بسيطه بس حتى الجمهور المصري كان مفتقد، ده كان وحشنا شكل المدرجات وهي مليانه، شكل اللي شفناه في كاس الامم والجمهور وهو مالي المدرجات والصوت في الملعب، حاجات كنا مفتقدينها جدا، حاجه جميله استاذ محمد بجد، اتمنى والله النظام لو اتعمل في مصر والناس دخلت بشكل كويس، على فكره احنا جمهورنا جمهور محترم جدا والناس بتحب الفرق بشكل كويس، انا بشوف حتى جمهور النادي المصري وجمهور النادي الاتحاد بيسيب اسكندريه ويروح هنا ويروح هنا، لا احنا لازم نساعد الجمهور، لازم نامن لهم بس نستمتع ونشجع فرقنا ونلتزم في نفس الوقت، هي سلوكيات نبعد بس عن التوتر المبالغ فيه والعنف، هنفضل العنف، هيفضل العنف، الاهلي والزمالك هم القطبين اللي بينافسوا بعض، لكن انا شايف الناس
الناس تهدى شويه، المواعيد تبقى متظبطه شويه، الدعم يعني شايف ان الدعم يبقى موجود للانديه، والامن ان شاء الله يوفر لهم السلامه سواء كان في الدخول او في الخروج، ان شاء الله الشكل يطلع كويس باذن الله. كابتن سعيد، الحاجه اللي ما بتنساهاش من خلال تجربتك ونجاحاتك اللي حققتها والبطولات اللي اسهمت مع زملائك في وجيلك في النادي الاهلي في تحقيقها، الحاجه اللي دايما فاكرها كنجم رياضي او نجم من نجوم كره القدم في مصر والنادي الاهلي، واللي نفسك تنقلها من خبراتك اللي عايز تنقلها لكل الاجيال الاصغر؟ انا شايف ان الالتزام، التزام لازم تبقى ملتزم زي ما انت ملتزم جوه الملعب لازم تبقى ملتزم بره الملعب. انا شايف ان دي من العوامل اللي بتدي فتره بتساعد على نجاح اللاعب. طبعا بتدي عمر اللعيب. انا شايف اللعيب لما يبقى ملتزم بره الملعب، يعني احنا في نماذج كتير جدا نقدر نقول عليها ده نماذج ملتزمه بره الملعب، في نماذج مش كويسه. اتمنى، انا شايف ان الشكل الحمد لله حتى اللعيبه اللي موجوده دلوقتي اخلاقيا بقوا كويسين. لا انا شايف ان الحته الالتزام دي مهمه جدا، ودي بترجع كمان للمدير الفني ان انا ابدا اتابع لعيبتي كويس. يمكن احنا في ايامنا احنا في النادي الاهلي، شوف احنا بنتكلم من 99 2000، كان كابتن ثابت الله يرحمه كان بيطلبنا في البيت الساعه 10 مساء. ف 10 مساء دي يعني انت لازم ما فيش خروج، ما فيش سهر. الله يرحمه، كان الله يرحمه يا رب يحسن حاسم وحازم جدا كابتن سعد. انا شايف كل حاجه يا استاذ محمد، طبعا حضرتك عارف الكلام ده كويس، الالتزام سواء بره الملعب او جوه الملعب هو ده عامل. واعتقد ده الجهاز الحالي بيحاول يطبقه طول الوقت، يعني كان كابتن سيد عبد الحفيظ مصر على تطبيق اللوائح بشكل صارم جدا، ما فيهوش اي استثناءات، مع اي لاعب يتغيب بشكل او اخر ما يبقاش ملتزم، دوره بقى في الملعب، دوره في القايمه اساسي، على دكه البدلاء، بره القايمه خالص، الكل مطلوب يركز لان الفريق محتاج كل نجومه في الفتره الجايه. طبعا اكيد اكيد الالتزام ده اهم عامل في عامل النجاح. شايف انت راجل ملتزم جوه الملعب وبره الملعب، بتدي روح حتى اللعيبه، وانت زي ما عندك لائحه بتطبقها على الثواب والعقاب، اكيد اللعيب طبعا لعيبه الاهلي والزمالك بيتحمل المسؤوليه، هي قصه الالتزام بس شويه، لو اللعيب التزم الاجهزه الفنيه واللعيبه والمسؤولين الكل ده بيساعد الجمهور على الالتزام. أكيد. لو شايف الاطار العام للمباريات جميل يعني. طبعا اكيد في التزام وفي منافسه رياضيه في الملعب فنيه، التزام الاتحاد الكوره بالمواعيد، التزام اللعيب جوه الملعب، كل ده بيأثر على الشكل العام اكيد يعني. بشكرك شكرا جزيلا، سعدنا جدا بوجودك معنا النهارده كابتن سعيد، ودايما موفق ان شاء الله زي ما حققت نجاحات سابقه كلاعب كره محترف، وحققت نجاحات كبيره مع جيلك من النجوم واللاعبين في النادي الاهلي، ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق، ودايما نسمع عنك اخبار كويسه جدا في مشوارك وكاريرك كمدير فني او مدرب من مدربي كره القدم. ربنا يخليك يا استاذ محمد، شكرا وبشكرك بجد، وسعيد ان كنت موجود معاك. اشكرك جدا واسعدتنا بوجودك معنا. شكرا يا استاذ محمد. بشكر نجم النادي الاهلي السابق الكابتن سعيد عبد العزيز، وبنهايه هذا الحوار ايضا بشكر حضراتكم على المتابعه، نهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله، شكرا والى اللقاء.